صباح الخير. قطرات الندى لمحة شاعرة نقدمها لكم كل صباح. يا صباح الخير والسعادة لكل المصريين اللي بيشوفونا على شاشة التلفزيون المصري من خلال شاشة القناة الأولى والفضائية المصرية. أهلا بحضراتكم في حلقة جديدة ويوم جديد من صباح الخير يا مصر. صباح الخير يا جاز. صباح الخير عليك يا جمانة، وصباح الخير على كل مشاهدينا في كل مكان. أهلا بحضراتكم وحلقة جديدة من صباح الخير يا مصر. طبعا أول ما بدأت مواقع التواصل الاجتماعي في الانتشار، يعني مش هتكلم عن كبار السن طبعا على الرغم ان سؤالنا بيتكلم عن طريقة تعامل كبار السن مع السوشيال ميديا، لكن كلنا بلا شك يعني احنا حتى واحنا صغيرين والشباب والأصغر مننا كمان في البداية ما كناش فاهمين قوي مواقع التواصل الاجتماعي، ما كناش عارفين قوي ازاي نتعامل، البوست نكتب ايه في البوست، نكتب ايه في الشات، لسه مش عارفين ومش فاهمين. فكان في مواقف كتيره قوي مضحكه بالمناسبه، يعني الميموري دلوقتي لما بيجيني مثلا تلاقيني مثلا كنت كاتب لحد انبوكس، طب انا ممكن ادخل اكلمه على طول ليه كاتب له هو انبوكس مش عارف، لكن مع الوقت خلاص احنا اتعلمنا. مع الوقت كبار السن طبعا نتيجه ان هم عندهم وقت فراغ اكبر فبقوا هم مقيمين على السوشيال ميديا بشكل اكبر مننا بكتير كشباب، لكن مهارات وتقنيات التواصل عبر هذه المواقع والمنصات بتكون عندهم أقل شوية من الشباب، فبنلاقي في بعض المواقف الكوميدية شوية من كبار السن على السوشيال ميديا، بعض المواقف اللي ممكن تكون بتحرج شوية، وكلنا حصل لنا أعتقد نفس المواقف يعني بسبب أهلينا الكبار في السن اللي بيدخلوا على السوشيال ميديا هم لسه مش عارفين قوي إزاي نتعامل على السوشيال ميديا. سؤالنا بيقول مواقف كتيرة بتحصل لنا على السوشيال ميديا من قرايبنا وأهلنا، في منها طبعا حاجات دمها خفيف، في منها برضو بعض الحاجات المحرجة. احكوا لنا عن موقف ونبدا نشوف المواقف اللي حصلت مع جمانة. مش عارفه اقول لك ايه، بس هي حاجات كتير مش عارفه اعد والله. معظمها بص معظمها ماما. احنا قلنا بقى بدون ذكر اسماء، مش هسالك مش هسالك اسماء هي هتعرف بعدين، انت اكتر واحد عارف انت صديقها الصدوق على فيسبوك يعني فلا ماما يعني ممكن احكي لها على المواقف بس طبعا ما انا الاحفاد مش هتكلم. ممكن تجاوب عني السؤال ده؟ هي يعني ماما بالنسبه للفيسبوك او على السوشيال ميديا هي بالنسبه لها ده يعني حياتها، يعني هي لو حصل مثلا موبايل فصل او انه الانترنت قطع لاي سبب من الاسباب احنا هنا بنواجه مشكله كارثيه بالنسبه لها. فلهذا الحد السوشيال ميديا بقت مهمه جدا بالنسبه لها، وبقى بالفعل يمكن الناس الكبيره شويه او اهالينا بالنسبه لهم بقت مواقع التواصل الاجتماعي في ظل بقى احنا كمان انشغالاتنا عنهم للاسف طبعا ما بتبقاش مقصوده، يعني بيبقى ده الملاذ ليهم او بيبقى يمكن الحاجه اللي بتسليهم اكتر. فبالنسبه مثلا لمامتي يا شاذلي، لا ماما خطيره. اولا مثلا مره كده بس زمان، يعني مش من زمان قوي بس يعني بقول زمان، فجاه كده لقيت تليفونات كتير جدا من اصحابي، جمانه خشي بسرعه عند طنط على فيسبوك، او انت مش شايفه طنط عامله لك منشن او تاج في حاجه على فيسبوك. فدخلت لقيت ماما حاطه صوره، يعني ما تتحطش الحقيقه، يعني انا لو هي بجد لو هي قصده ان هي تذلني تدمر مستقبلي تدمر مستقبلي فعلا مش هتعمل معايا كده. حاطه الصوره ومشكله ان هي شايفه ان هي عامله حاجه كويسه يا شاذلي، وكاتبه عليها من فوق يعني ام طبعا كل ام بتشوف ولادها احسن حاجه في الدنيا، فكاتبه عليها من فوق جمانة الجميله كيف ما كانت. فما فهمتش دي تريقه ولا ده بجد؟ هي يعني بتفتح الباب للتريقه، هي مش بتتريق. وبعدين انا اصلا ماما شخصيه يعني شخصيه ساخره، فعادي اتوقع منها ان هي ممكن تكون بجد بتتريق. انا ساعتها برضه هتلم الناس عليكي كده ما فهمتش قوي. ده مثلا الباب. مره تانية لقيتها كده بتديني تليفون بتقول لي انا مش عارفه ليه البوست ده حطيته
ومحدش عمل لي كومنت، محدش علق لي ولا لقيت لايكس ولا لقيت حاجه، فقلت لها عادي ما بتحصل يعني، كلنا برضو احيانا على الحاجات دي. لا هي بجد عندها جمهور يعني، عندها فولوورز عندها جمهور. فلقيتها بتقولي انا محدش علق لي ولا حد عمل لي حاجه، فقلت لها عادي انا بالنسبه لي عادي بتحصل ما جراش حاجه يعني. فقالت لي لا انت ممكن انت حره، بس انا بالنسبه لي لا انا عندي جمهور، فشوفي الموضوع فيه ايه. فدخلت ابص لقيتها عامله في البرايفسي بتاعت البوست او في الخصوصيه بتاعت البوست المنشور اللي هي كاتباه عاملاه اونلي مي، يعني هي بس اللي تشوفه. فانا بقول لها يا ماما انت عاملاه بس انت بس اللي، بقول لها اونلي مي مفيش حد غيرك هيشوفه بالظبط. فقالت لي طيب ايه المشكله انا مش فاهمه. قلت لها ايه المشكله، ما محدش هيشوفه يعني، ما هو اونلي يو. قالت لي ما ايوه انا كاتباه لوحدي. لا ده مش كاتباه، ده مين اللي هيشوفه. فانا قلت لها لا ده مش الترجمه الحرفيه الاونلي مي يعني، موضوع كبير. وفي مواقف كتير لو قعدت احكيها يا شاذلي هنقعد كتير يعني، نحكي بقى خلال الحلقه النهارده كتير قوي. انت احكي لي بقى. طبعا يعني انا كنت بتكلم عني انا في البدايه، وكان جيلنا كله في البدايه كده، تلاقي حد كاتب له ويقول له انبوكس، طب وكاتب له ليه على الوول بره انبوكس؟ طب ما انا ممكن ادخل له على طول اكلمه. انا فاكره تاج قبل ما يبقى منشن بقى، كان اسمه تاج زمان. فتلاقيك عامل تاج لحد ومش كاتب اي حاجه في البوست، طب انت عامله تاج ليه؟ طيب ما تدخل تكلمه او ممكن تتصل بيه على الموبايل. هي كانت وسيله جديده وكلنا كنا عايزين نستخدمها بس مش اكتر، فما كناش فاهمين قوي. لكن مع الوقت خلاص يعني عرفنا ايه اللي ينفع وايه اللي ما ينفعش. بشوف مواقف كتيره كوميديه بتحصل، ويعني خليني اقول لكم مثلا، انا والدتي عندها فيسبوك بس مش بتدخل على الفيسبوك بغرض مثلا ان هي تدخل بقى تعمل تعليقات وكده، لا خالص، هي ما بتعملش لايك لحد غيري تقريبا، وما بتعملش تعليقات لحد اطلاقا على الفيسبوك، بس هو مصدر معلومات، وللاسف للاسف مش مصدر معلومات صحيحه، لانه غالبيه البيجز الموجوده والصفحات اللي بتتابع من عليها الاخبار ما فيهاش معلومات صحيحه يعني، بتحتاج مراجعه كتير قوي. ولكن هم دايما بيعتمدوا على المعلومات او بيعتمدوا على المواقف اللي حصلت على السوشيال ميديا، بيعتمدوا ان دي بالفعل مواقف حقيقيه وحصلت. شفت فلان عمل ايه؟ شفت ده ممكن يكون كلام فقط، ما فيش فيديو بيقول ان فلان عمل كده. فده طبعا ده بالنسبه لتعاملها مع الفيسبوك. اما بقيه المنصات فاكيد طبعا الناس بتتعامل عادي. انا طبعا في مواقف تانية مش هذكر اسماء بقى زي ما قلت لك يعني، اللي جاي ده ما ينفعش اذكر فيه اسماء. حد مثلا من قرايبي كان بيدور على ابنه على الوول، كاتب له انت فين انا بدور عليك، يعني هو لو تايه هتجيبه مثلا وانت بتقول انت فين، وبعدين ما انت ممكن تمسك التليفون وتتصل بيه تشوف هو فين، ما جاش ليه مثلا. ده موقف. حد تاني من قريبي عامل حساب باسم زي جرح بلا دماء ووردة مش عارف ايه، واللي الحسابات اللي هل اسم الحساب اللي هو فاهمه مش واضح ما فيهوش ما يعني هو مش ايه ده، اسمه هو حاله يعني، هو وسط حالته ممكن رومانسيه بس منسيه يعني، في اسماء كتيره من الحاجات دي يعني. فهو يكتب عامل الاكونت بالاسم ده ويروح كاتب كل اللي عنده، وفي الاخر يكتب اسمه وصفته وعنوانه في التعليق، يعني اللي هو يعني لو انا كنت مستخبي فوق فانا تحت مش مستخبي. ففي مواقف كتيره بتحصل بقى. ده طبعا ناهيكم بقى عن الحاجات التانيه اللي بتحصل وبنشوفها، مثلا يقول لك شاهد سلحفاه تطير في الفضاء، فتتاخد تتحط على جروب العيله، تعمل قلق على جروب العيله. دي بقى مش عايز اقول لك انتوا ما بتعلقوش ليه؟ انتوا شايفين سبحان الله. بس هم بيعلقوا بالمناسبه، مثلا ماما خدت بالي من حاجه، سبحان الله على طول صح؟ لا سبحان الله ده لا تخرج قبل ان تقول سبحان الله، دي معروفه. بس انت يعني برضو بما انك متابع جيد ماما على فيسبوك، انا خدت بالي من حاجه غريبه جدا مش فاهمها. بعد ما بتكتب اي بوست او اي حاجه بتكتب 3 4 شير؟ لا ده غير ال 3 4 شير، ده غير الموضوع ده. في تحت ايناس، احنا بنمضي ايناس، امضاء ايناس ليه؟ ما احنا عارفين بالتأكيد برضه، عشان يعني لو حد احنا عارفين وعشان ما حدش يسرق البوست. وبعدين تحس ان في الغاز يعني، في 5 6 7 هم فاهمين يعني. انا ماما شخصيه قارئه، وما انا متاكده ما انك تدخل تعمل كومنت مش عارفه ليه. بس هي انا من الحاجات دي بتبقى مجاملات على فكره يعني، اكتب لك تعليق تكتب لي تعليق، اعمل لك لايك تديني لايك، هي هتشوفك غير كده. ايوه ما اختلفناش، الحاجات دي كلها جمعيه ودايره يعني، التعليقات دي بتبقى مجاملات. بس انت عارف في ناس بتزعل فعلا، انا اكتشفت الموضوع ده يعني، في ناس بتزعل جدا لو حد عندها مثلا عندها مجموعه من الاصدقاء على فيسبوك، ومثلا المجموعه دي او الاشخاص دي مش بيتفاعلوا يعني، مش بيعملوا لايكس مثلا او مش بيعملوا اعجاب على المنشوره والفوت. ما بتتفاعلوش ليه؟
والله بجد، او مش بيكتبوا كومنتس، ولاقي بوست بقى مكتوبه، الاقي ناس كاتبه بما ان في ناس عندي او في اشخاص عندي على الحساب غير متفاعلين وغير فاعلين، فانا مضطر اشيل حضراتكم واحذف حضراتكم من قائمه اصدقائي. ايه العقاب الصعب ده؟ مش حظهم. ايه العنف ده؟ ايه، ما هم بالفعل يعني هم مش بيتفاعلوا، فاكيد مش هيضرهم ان حضرتك تشيلهم. لا وكمان حاجه، ممكن يكونوا محتوى مش عاجبهم، لا اله الا الله. في ناس بتحب تتابع، مش لازم اكتب تعليق، في ناس مش بتحب تشارك. وحاجه ما عجبتنيش يعني اعمل لايك ليه؟ مجاملات يعني؟ اعمل لايكات وافضل ادي اقول هايل ورائع وبرافو وهو مش عجباني ليه؟ طيب فبستغرب قوي الناس اللي بتزعل من الموضوع ده، مفهموش فعلا يعني. والله في ناس كتير والتصرف نفسه اصلا محتاجين يعني اعاده نظر في سيكولوجيتها. هيقول الاشخاص اللي بيكتبوا حاجات زي دي مش الدرجات دي، انت تزعل مني ان انا ما بعملش لايك يعني. لقيت مجموعه من الاصدقاء غير متابعين متابعه جيده، فانا هحذفكم عشان ادي فرصه للمزيد من الاصدقاء. تديهم فرصه فين يعني؟ كل يعملوا ايه يعني؟ عايز يقدروا ياخدوا مساحتهم اكتر على الاكونت بتاعه يعني. على اي حال، دي كانت بعض التجارب اللي مرينا بيها رشاشتي في موضوع السوشيال ميديا مع اسرنا او مع قرايبنا او مع ناس كبيره. في حاجه كان في مره كده، كنت من فتره كبيره يعني، كنت قريت كده سيده في فيتنام برضو جالها هوس من السوشيال ميديا، فصدقت وقت كورونا، صدقت ان حد كتب يعني ان اكل البيض المسلوق في نص الليل بيقي من فيروس كورونا، فبقت بتصحى كل يوم بالليل تسلق بيض وتاكل. فدي من ضمن الحاجات برضو الصعبة جداً، اللي هي صعبة إن هي تتصدق أصلاً يعني. فتخيلوا إن هي صعبة إن هي تتصدق، بس الست صدقت وبدأت تعمل كده، وكل يوم الصبح تصحى تعمل بيض مسلوق وتاكل الفجر. لا ده غير وصفات البشرة والعلاجات والحاجات لا دي. لا وصفات البشرة لا يعني أنا معرفش طبعاً مدى فعالية ده، بس أول مرة أسمع عنه مثلاً قشر البيض المطحون يعني، أول مرة أسمعها في حياتي إن ده بيستخدم. وصدقوني جابت نتيجة. لازم صدقوني جابت نتيجة والله بجد. ومثلا لتساقط الشعر تلاقيهم حاطين صورتين قبل وبعد، طبعا الصوره اكيد ملعوب فيه يعني، الصوره معمول لها ايديت 1000000%. اصل مفيش حد في الدنيا هيحط على شعره قشر بيض وبعد اسبوعين ثلاثه يطلع له شعر. يا جماعه، ما هو في حاجه اسمها علم، هل ده اصلا بينبت شعر ولا لا؟ بس هم اهم حاجه اليقين، اللي هم مصدقين، هم مصدقين ان الموضوع ده هيجيب نتيجه. وبعدين فعلا زي ما انت قلت، في اخبار بتلاقيها بتعمل لها شير مش منطقية أصلاً يعني، بعيداً هي صح أو غلط، بس هي مش منطقية حتى إن إحنا نصدقها. والله الحمد لله إحنا عندنا زر اسمه البلوك فنستخدمه يعني. على كل ده سؤالنا موجود على صفحاتنا على السوشيال ميديا، مواقف كتيرة بتحصل لنا على السوشيال ميديا من قرايبنا وأهلنا، في منها حاجات دايماً بيكون دمها خفيف. احكوا لنا عن المواقف دي، في انتظار إجاباتكم وتعليقاتكم على سؤال الحلقة، هنستعرضها إن شاء الله في حلقتنا النهاردة. بنصبح لحضراتكم مرة تانية، أهلاً بيكم وحلقة جديدة من صباح الخير يا مصر. دلوقتي خلينا نروح نصبح على دينا الشرف عشان نتعرف منها على اخبار الطقس والمرور في القاهره والمحافظات، وكمان نسالها سؤال الحلقه. دينا صباح الخير عليك. صباح الفل يا جمانه. صباح الخير يا شاذلي. صباح السعاده والتفاؤل يا رب. دينا بقى قولي لنا، ايه المواقف الطريفه اللي انت شفتيها او حصلت معاكي على السوشيال ميديا؟ بصي، وانا ماما بالنسبه لي هي الدعم الاكبر على السوشيال ميديا يعني. انا انزل صوره، انزل بوست فيه كده لازم جملتين ثلاثه تشجيع، ويعني سندريلا يعني فاهم، حب بلا حدود كده، هي دي الام الدعم الاكبر. لكن كان اخر موقف فعلا كان عيد ميلادي من كام يوم، وهي شافت ان كل اصحابي عاملين ستوري على انستغرام، وهي مش عارفه تعملها ازاي. هي تقريبا فضلت ساعه على التليفون مع اختي علشان تعمل ده، وفعلا عملته، بس ما عملتليش منشن. نزليها عندك. طب انا هنزلها عندي. والله كتر خيرها اصلا. بصراحه فانا عملت فعلا يعني، سجلتها ونزلتها فعلا، وبعت لها قلت لها ماما انا عملتها لك زي ما انت كنت عايزه بالظبط. فرحت جدا. لا وخلاص وتعلميها بعد كده. بس هو فعلا يا حبايبي، هم بيبقى يعني دي التسليه بتاعتهم دلوقتي، زي ما انتوا قلتوا كده، بيعرفوا منها معلومات حتى لو معلومات مش صح كتير، بس بيستفيدوا جدا. بيسالوا نفسهم بس. خلينا نقول كل سنه وانت طيبه برضه. وانت طيبه حبيبتي، ميرسي ليكوا. بس فعلا هم يعني كبار السن واهالينا بيحبوا قوي دلوقتي السوشيال ميديا، يمكن اكتر مننا يعني. لما بروح نقعد معاهم، ماما سيبي التليفون خليكي معايا شويه، لان هم فعلا خلاص بقت عاده بالنسبه لهم. وزي ما جمانه بتقول كده، لما النت فعلا بيحصل فيه اي مشكله، لا بيحصل قلق كده، لا انا زي الاطفال بالظبط. فهم دي متعتهم الوحيده، وربنا يخليهم لينا. مهما كان في مواقف طريفه بقى حبيبتي، ونبي طنط كذا كتبت لك كومنت، يا ريت تخشي تردي عليها عشان مش عايزاها تبقى زعلانه منك، ده متواصل. ممكن اكون في الشغل ويجي تليفون زي كده، بس ده من حرصها الشديد جدا عليا ان انا افضل
الناس بتحبني كلها، مفيش حد زعلان مني، لان هم بيقيسوا دلوقتي معايير الصداقه والحب من خلال السوشيال ميديا والكومنتس اللي راحه جايه ما بينهم وما بين اصدقائهم. خلونا بقى دلوقتي نستعرض مع حضراتكم احوال المرور في مناطق مختلفه من مصر. نبدا جولتنا من محافظه القاهره وتحديدا من كوبري اكتوبر اللي بيشهد كثافات مروريه متقطعه لا تؤثر على معدل الحركه، لكن شارع رمسيس بيشهد كثافات مروريه هتبدا تقل تدريجيا لحد ما نوصل لغمره، وكوبري 15 مايو المتجه الى المهندسين عليه كثافات مروريه. اما شارع بورسعيد من نزله كوبري اكتوبر بيشهد سيوله مريه لحد منطقه الزاويه الحمراء، وفي كمان كثافات نسبيه عند الويلي ولحد كوبري الساحل والاميريه. الكورنيش من المظلات الى وسط البلد في كثافات مروريه بسيطه ومتقطعه، اما المتجه الى المؤسسه ففي سيوله مروريه ما عدا بعض الكثافات عند المظلات. ونستكمل جولتنا بشوارع الجيزة وشارع الهرم، بيشهد كثافات مرورية والكثافات دي بتزيد مع ساعات الذروة الصباحية. كمان باقي شارع الهرم الرئيسي بيشهد تباطؤ في حركة السيارات، ده بسبب غلق الطريق في تقاطعه مع الماريوتية. وفي كثافات للمتجه إلى كوبري الجيزة المعدني، وفي شارع فيصل في كثافات مرورية بتبدأ من محطة الماريوتية ومكملة لحد كوبري فيصل. كمان بتظهر كثافات تانية في شارع السودان حتى جامعة القاهرة وميدان النهضة لحد ما نوصل لمناطق بولاق ومبابة. أما محور صفط ففي كثافات مرورية بتزيد في الاتجاه لجامعة القاهرة. نروح معاكم للإسكندرية عروس البحر الأبيض المتوسط، وفي كثافات بسيطة عند كوبري ستانلي، وكمان في كثافات متفاوتة عند الإشارات بطول الكورنيش. أما بقى الشوارع الجانبية ففيها سيولة مرورية نسبية. شارع جمال عبد الناصر في كثافات مرورية عند تقاطعه مع محور محمد نجيب، ونفس الأمر في شارع عبد السلام عارف اللي بيشهد كثافات مرورية لكنها متحركة. نكمل جولتنا المرورية وهنروح أسوان، ونبدأ من شارع السادات لحد ما نوصل لمنطقة المسلة اللي بيشهد سيولة مرورية على طول الشارع. هنلاحظ كمان في كثافة مرورية بسيطة لحد ما نوصل لمحطة القطار اللي بيشهد الطريق حواليها كثافات مرورية. كمان أيضا في كثافات مرورية في شارع الحدادين وشارع الإمام الشافعي والطريق المؤدي إلى مستشفى أسوان الجامعي في بعض الكثافات المرورية. خلونا بقى بعد ما خدناكم في جولة عن أحوال المرور ناخدكم في جولة سريعة عن أحوال الطقس. النهاردة الطقس هيكون حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء وشمال الصعيد. في نشاط رياح على أغلب الأنحاء بتكون مثيرة للرمال والأتربة. كمان في فرص أمطار خفيفة على مناطق متفرقة وفترات متقطعة على القاهرة الكبرى. فرص أمطار خفيفة قد تكون متوسطة ورعدية أحيانا على الوجه البحري ومدن القناة والسواحل الشمالية. بتكون متوسطة ورعدية أحيانا قد تصل للسيول على وسط وجنوب سيناء وخليج السويس وسلاسل جبال البحر الأحمر. درجة الحرارة في القاهرة النهاردة 34، وأعلى درجة حرارة هتكون في أبو سمبل 44، وأقل درجة حرارة في كاترين 22 درجة. هنتابع مع حضراتكم الطقس بالتفصيل لكن بعد شوية. هنبدأ مع حضراتكم حلقتنا بأهم الأخبار والأحداث اللي حصلت امبارح، واللي منها طبعا وأهمها مشاركة سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي في أو عبر تقنية الفيديو كونفرنس في قمة مجلس السلم والأمن الأفريقي واللي عقدت لبحث الأزمة الراهنة في السودان. أكد سيادة الرئيس خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية للقمة على الأهمية القصوى للتنسيق الوثيق مع دول الجوار لحلحلة الأزمة بالسودان، باعتبارها طبعا الأكثر تأثرا بها والأكثر حرصا على إنهائها في أسرع وقت. أيضا وزير الداخلية اللواء محمود توفيق استقبل المفوض السامي لشؤون اللاجئين بالأمم المتحدة، ووزارة الداخلية نسقت مع دار الإفتاء لنشر كتاب الحج والعمرة لتقديم النصائح والإرشادات للحجاج. تفاصيل وأخبار أكثر في سياق هذا التقرير. أبرز الأحداث اللي حصلت امبارح كان مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي عبر تقنية الفيديو كونفرنس في قمة مجلس السلم والأمن الإفريقي اللي انعقدت لبحث الأزمة الراهنة في السودان، وده بحضور عدد من رؤساء الدول والحكومات الأفارقة. وألقى الرئيس كلمة خلال الجلسة الافتتاحية للقمة أكد فيها على الأهمية القصوى للتنسيق الوثيق مع دول الجوار لحلحلة الأزمة بالسودان، باعتبارها الأكثر تأثراً بها والأكثر حرصاً على إنهائها في أسرع وقت.
امبارح استقبل اللواء محمود توفيق وزير الداخلية فيليبو جراندي المفوض السلمي لشؤون اللاجئين بمنظمة الأمم المتحدة والوفد المرافق له خلال زيارته الرسمية لمصر للتباحث حول سبل تعزيز أوجه التعاون المشترك. وأكد اللواء محمود توفيق حرص الدولة المصرية وأجهزة وزارة الداخلية على دعم وتعزيز جهود المنظمة والمجتمع الدولي في ضوء التحديات اللي بتفرضها الأوضاع الراهنة على الساحتين الإقليمية والدولية. امبارح أعلنت وزارة الداخلية إنها نسقت مع دار الإفتاء المصرية لنشر كتاب الحج والعمرة الصادر عن دار الإفتاء عبر الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك والبوابة المصرية الموحدة للحج على موقع الوزارة الإلكتروني لتقديم النصائح والإرشادات للحجاج والمعتمرين. وبالنسبة لأخبار المحافظات، فمن أهم الأخبار الأحداث اللي حصلت فيها أمس الانتهاء من إقامة 11 تجمع تموي في الحسنة ونخل في سيناء، وفي أسوان كمان تم توريد الأقماح المحلية بنسبة تخطت 118% من المستهدف. كمان من ضمن الأخبار اللي حصلت في محافظات مصر امبارح، إنه تم تنظيم اختبارات للمنقذين على شواطئ مدينة جمصة استعدادا لموسم الصيف في الدقهلية. أما في المنيا فتم تقديم الخدمات الطبية ل 6000 مواطن ضمن مبادرة 100 مليون صح. محافظات مصر شهدت امبارح أخبار كتيرة. في شمال سيناء تم الانتهاء من إنشاء 11 تجمع تنموي في مناطق الحسنة ونخل بتكلفة وصلت لمليار و595 مليون جنيه، ويتاح للمواطن استلام منزل وخمس أفدنة لكل منتفع. في أسوان أعلنت المحافظة عن تخطي نسبة المستهدف توريده من القمح ل 118.9% بواقع 157 ألف طن، منها 127 ألف طن تم توريدهم بصوامع وشون وبناكر المحافظة، وتوريد الباقي بصوامع وشون محافظات الأقصر وقنا وسوهاج. ده بالإضافة لتوريد جزء المراكز تجهيز التقاوي بالبحيرة والعاشر من رمضان وبني سويف. في المنوفية أصدرت المحافظة قرار بترقية 14791 معلم من أعضاء هيئة التعليم للوظيفة الأعلى، وده طبقاً لأحكام القانون رقم 155 لسنة 2007 وتعديلاته. في دمياط انطلقت فعاليات مشروع اللقاءات الرياضية للفتيات خماسي كرة القدم تحت شعار ألف بنت ألف حلم. المشروع ده بيسهم في نشر كرة القدم النسائية من خلال برنامج تدريبي متكامل واكتشاف المواهب في كرة القدم بين أوساط الفتيات. في الشرقية أعلنت مديرية الزراعة أنه تم الانتهاء من حصاد المساحة المنزرعة بالقمح السنة دي واللي بتبلغ 380 ألف فدان، وتم توريد 350 ألف طن للصوامع والشون وإعداد 59 صومعة وشونة أسفلتية وتطهيرها وتبخيرها لاستقبال الأقماح من المزارعين. في بني سويف أعلنت المحافظة أنه تم الانتهاء من تبطين 670.3 كيلو متر من الترع بتكلفة مليار و680 مليون جنيه بنسبة تنفيذ 75.7% من إجمالي أطوال الأعمال المستهدف تنفيذها. في المنيا أعلنت مديرية الصحة تقديم الخدمات الطبية ل 6581 مواطن ضمن مبادرة 100 مليون صحة لفحص وعلاج الأمراض المزمنة والاكتشاف المبكر للاعتلال الكلوي، وده خلال شهر إبريل اللي فات. في الدقهلية شهدت مدينة جمصة السياحية بدء اختبارات المتقدمين لشغل وظيفة منقذ على شواطئ المدينة، وده ضمن استعدادات استقبال موسم الصيف، وتم تجهيز الشاطئ الممتد بطول 7 كيلو متر وزرع 84 برج إنقاذ بطول الشاطئ. مواقف كتيرة بتحصل لنا على السوشيال ميديا من أهلنا وقرايبنا نتيجة طبعا دخولهم على السوشيال ميديا، هم مش فاهمين قد كده في طريقة التعامل مع مواقع التواصل الاجتماعي. كنا مواقف، دلوقتي نشوف مجموعة من المواقف بقى اللي جات لنا. محمد بيقول حفيدتي نشرت فيديو لايف بدون ما تاخد بالها وكنا مش مستعدين نتصور، لقيت كل الناس بتتصل وتقول احذف هذا الفيديو على الستوري بتاعك بسرعة. في طب ده مشكلة من الطفلة الصغيرة. لا بس موضوع اللايف ده كارثه برضه. طبعا يعني البث المباشر ده بيبقى صعب جدا. في كمان دعاء امير بتقول بتصبح علينا، بتقول ماما حبيبتي طولة العمر ليها يا رب، بتسجل صوتها على الواتساب وبتحكي كل نفسها فيه، وبعدين تقول انا عايز اعرف وانت تسال انت سامعاني كده يا دعاء؟ طب انا عايز اسمع صوتي، بتدوس ارسال وانا اسمع كل تعليقاتها دي لما توصلي على الواتساب. يعني وهي بتوصف ما بيتها بتقول ان هي يعني دمها خفيف فعسى ربنا يخليها لك، بس هي فعلا بتبقى لطيفه قوي. بتسيب لها مسافه كده في الفويس عشان يعني ترد. عارف مثلا انا ببعت لك فويس ببعت لك فويس نوت بقول لك شاذلي سامعني
رد عليا وتسكتي شويه عشان ارد. عرفات العدلي، صباح الخير عليكم. موقف حصل، كان حد كلمني على الفيسبوك وقال لي مبروك كسبت 1,000,000 جنيه من برنامج، كنت هموت من الفرحه وفي الاخر طلع اخويا بيشتغلني. دي استاذ عرفات بقى مش محتاجه فيسبوك، يعني مش لازم يكون بيدخلك على موقع، ممكن يتصل بيك بالتليفون ويقول لك طالما كده يعني. بالظبط. في كمان الاستاذه سهام هيكل بتصبح علينا وبتقول لما تكون زعلانه من اي حد من اولادي اقول له انا هعاتبك على فيسبوك واصحابك يعرفوا ان انا زعلانه منك، وبكتب ومفيش. ده مش عتاب بقى، ده تشهير. تشهير فعلا. بتقول بكتبه ومفيش حد يشوفه غيره وارجع تاني امسحه عشان بيصعب عليا. بالمناسبه بقول لابني الدكتور محمد كل عام وانت طيب ومناسبه عيد ميلادك يا حبيب قلبي، حبيب قلب استاذ سام، وانا منتظره العمره ان شاء الله. يعني كل سنه وحضرتك طيب. بس هو عامل برضه يا استاذ سام، هو عامل حاجه في الخصوصيه بتاعه الفيسبوك، ان لو حد عمل له بوست ما حدش يشوفه غيره لحد ما هو يسمح. بالظبط بده، فهو برضه ما هوش سهل يعني. انت كده مش هتعرفي عليكي، مش هتعرفي تشهري بيه. جيهان المصري، صباح الفل. والله السوشيال ميديا في مواقف كتيره دمها خفيف، وكل حد عنده حاجه يحكيها على الفيسبوك، وتلاقي حد من الاصدقاء لما مش بيعلق بيهددني هعمل لك لايك. موضوع الافيهات حلوه جدا، بنلاقي من الناس افيهات كتيره جدا على مواقف كتيره، فبرضه بتتكلم في التهديد بسبب انت ما عملتيش لايك. شوف انا عامل ايه الموضوع ده. في الأستاذة سموكا موكا، أتمنى أكون قلت الاسم صح. كنا لسه بنتكلم عن أسماء الحسابات اللي هي الغريبة شوية، اللي هي جرح بلا دماء وسموكا موكا وزكا زيكو زكي والحاجات دي. تقول أنا أول ما دخلت الفيسبوك لقيت مكتوب لي فلان نكزك، زعلت قوي وافتكرت إنها حاجه مش يعني حاجه وحشه، حد بيضايقها يعني، او ان حد بيتخانق معاها يعني، وعملت له بلوك. هو مش عارف هو الاوبشن ده لازمته ايه. هو البوك يعني. انا برضه ما فهمش موضوع البوك ده ايه لازمته يعني، التنشيط يعني، مش عارفه يعني. ممكن بحس لو ريتش واقع مثلا ممكن ده بس مش في حد يعمله خلاص بقى، مش عارف بس مش عارف. انا بفهموش يعني، بفهمش ايه اللي بس كبرت خلاص على الحاجات دي. انا بيضايقني نظام التلقيح على بعض، كل اللي زعلان من حد يبدا يلقح عليه على وسائل التواصل الاجتماعي. دي جودي محم. ده صعب قوي الموضوع طبعا، حاجه مش لطيفه. لا حاجه بايخه جدا يعني. طيب على اي حال دي كانت بعض من مشاركات حضراتكم، خلينا نروح لفاصل سريع ونرجع نكمل معاكم باقي فقراتنا في صباح الخير يا مصر، واكيد مستنيين مشاركات اكتر على سؤال الحلقه. بنصبح على حضراتكم مرة تانية، ودلوقتي جه ميعادنا مع أخبار الطقس بالتفصيل. هيئة الأرصاد بتتوقع أن النهاردة الطقس هيكون حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية شرقية وجنوب سيناء وشمال الصعيد، دافئ على السواحل الغربية، شديد الحرارة على جنوب البلاد، وبالليل الجو هيكون معتدل على كافة الأنحاء. في النهارده نشاط رياح على اغلب الانحاء هتكون مثيره للرمال والاتربه، وفي كمان فرص امطار خفيفه على مناطق متفرقه وفترات متقطعه على القاهره الكبرى. فرص امطار خفيفه قد تكون متوسطه ورعديه احيانا على الوجه البحري ومدن القناه والسواحل الشماليه، وهتكون متوسطه ورعديه احيانا قد تصل الى السيول على وسط وجنوب سيناء وخليج السويس وسلاسل جبال البحر الاحمر. تفاصيل اكتر عن حاله الطقس معانا على التليفون دكتوره منار غانم، عضو المركز الاعلامي بهيئه الارصاد الجويه. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير على حضرتك استاذه دينا، وصباح الخير على كل الساده المشاهدين. اهلا بك يا فندم. اهلا بحضرتك. حابين نطمن منك عن حاله الجو النهارده، خصوصا ان امبارح الجو فعلا كان صعب قوي وكان فيه تراب شديد جدا في الجو، وكلنا كنا منتظرين امطار علشان يعني الاتربه دي تقل شويه، لان طبعا مرضى الجيوب الانفيه والحساسيه كانوا تعبانين جدا امبارح. بالفعل يمكن احنا بالامس شهدنا نشاط للرياح اللي كان مثير للرمال والاتربه في اغلب مناطق الجمهوريه، وادى ده لانخفاض وتدهور رؤيه افقيه. اليوم متوقع استمرار التقلبات الجويه واستمرار حاله عدم استقرار في الاحوال الجويه، مع نشاط للرياح مثير للرمال والاتربه في اغلب المناطق الموجوده في الجمهوريه، خاصه كمان ان احنا اليوم متوقع ان يكون في امطار رعديه في اغلب المناطق، فبالتالي ان شاء الله مع الامطار الرعديه هيكون في ازاله للاتربه، لكن هيكون كمان في
في بعض المناطق نشاط للرياح، لان دايما مع السحب الرعديه بيبقى في رياح هابطه بتؤدي لاثاره الرمال والاتربه. فاليوم متوقع ان سرعات الرياح تكون ما بين 35 ل 45 كيلو متر على الساعه في اغلب مناطق الجمهوريه، هتؤدي لاثاره الرمال والاتربه. كمان متوقع اليوم يكون في فرص لسقوط الامطار مختلفه الشده من منطقه لمنطقه، وهتكون امطار ما بين الخفيفه الى المتوسطه والرعديه احيانا على بعض المناطق من السواحل الشماليه للبلاد، محافظات الوجه البحري، مدن القناه، بالاضافه كمان امطار خفيفه ورعديه تمتد لمناطق من القاهره الكبرى، بالاضافه كمان امطار متوسطه ورعديه على مناطق من جنوب البلاد، قد تصل لحد السيول طبعا على مناطق من جنوب سيناء، سلاسل جبال البحر الاحمر وخليج السويس. بالنسبه لدرجات الحراره، يعني احنا نقول درجات الحراره اقل حده من امس، لان بالامس سجلنا عظمه على القاهره الكبرى 36 درجة مئوية، اليوم متوقع ان هي تكون 34 درجة مئوية، فبالتالي الاجواء تظل اجواء حارة فترة النهار معتدلة فترات الليل في القاهرة الكبرى. لكن احنا ان شاء الله مزيد من الاستقرار في الاحوال الجوية هنحس بيه غدا الاثنين ان شاء الله على اغلب المناطق، فلسه النهاردة في بعض التقلبات الجوية المهم جدا ناخد بالنا منها، مرضى الكثافة الصدرية والجيوب الانفية. طبعا لو احنا هنخرج النهاردة مهم جدا لازم نرتدي الكمامات. صحيح. بالفعل ارتداء الكمامات، كمان لازم نبتعد عن اعمده الاناره وتشكيل كهرباء الواح الاعلانات المعدنيه، لان في سرعات رياح عاليه وخاصه في المناطق الشرقيه من جمهوريه مصر العربيه. كمان القياده لازم تكون بهدوء تام مع انخفاض الرؤيه الافقيه بسبب الاتربه والرمال المثاره خاصه في المناطق الجنوبيه، لان المناطق الجنوبيه زي ما قلنا في الاول هيكون في سحب رعديه ممكن يبقى معاها رياح هابطه تؤدي لاثاره الرمال. طب هل يا ترى هيكون فيها كمان سيول، لان خاصه ان في وسط وجنوب سيناء؟ يعني بالفعل المناطق الموجودة في جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وخليج السويس نتيجة الطبيعة الجبلية والجغرافية وكميات الأمطار اللي بتسقط عليها منذ عدة أيام، وكمان هي أمطار متوسطة، ممكن ده يؤدي لتشكل السيول، فمهم جدا نتجنب الطرق اللي جنب اللي فيها مقرات سيول تجنبا لأي أطراف. أخي سؤال ليا بالنسبة لموانئ البحر الأحمر، كان تم إغلاقها بالأمس، هل هي مستمرة مغلقة النهاردة؟ هو طبعا بالنسبه للبحرين حاله البحرين معتدله، والبحرين هيكونوا مؤهلين لكافه اعمال الصيد والملاحه البحريه، لكن الرؤيه الافقيه ممكن تنخفض في بعض الاماكن، وده ممكن بدوره يؤدي لاغلاق بعض المواني النهريه او البحريه. لكن بالنسبه لارتفاع الامواج، فارتفاع الامواج هيكون معتدل لا يتجاوز 2 متر في البحرين الاحمر والمتوسط. طيب انا بشكر حضرتك، شكرا جزيلا على المتابعه اليوميه معانا دكتوره منار غانم عضو مركز الاعلام بهيئه الارصاد الجويه، شكرا جزيلا لحضرتك. خلونا دلوقتي نتابع معاكم درجات الحرارة المتوقعة النهاردة، وهنبدأها من القاهرة العظمى 34 الصغرى 21، العاصمة الإدارية 34 20، الإسكندرية 25 20، العالمين الجديدة 25 19، مطروح 24 19، دمياط 29 20، بورسعيد 30 20، الإسماعيلية 34 21، السويس 32 21، العريش 31 20، كاترين 22 9، طابة 24 17، حلايب 33 25، شلاتين 33 25، شرم الشيخ 34 24، الغردقة 34 24، الفيوم 34 22، بني سويف 34 21، الوادي الجديد 36 25، أسيوط 35 22، سوهاج 34 23، قنا 41 26، الأقصر 41 27، وأخيرا أسوان 42 29. نحاول نخلي بالنا النهارده خصوصا ان لسه في رياح مثيره للرمال والاتربه لمرضى الجيوب الانفيه، نرتدي الكمامات، ونخلي بالنا كمان ان الشوارع ما نقفش تحت اعمده الاناره او اي حاجه، نخلي بالنا اليومين دول، وان شاء الله من بكره هنبدا في الاعتدال لدرجات الحراره وحاله الجو هتكون مستقره. هرجع مره ثانيه لشازلي وجمانة علشان نكمل معاكم فقرات صباح الخير يا مصر. بنشكر جميعا. دلوقتي خلينا نروح للاخبار اللي هتحصل النهارده باذن الله. منها تعامد الشمس لاول مره على الكعبه المشرفه، وده غير الماتشات كمان اللي هتتلعب في الجوله ال 38 والاخيره من الدوري الانجليزي. بالنسبة للأخبار اللي هتحصل النهاردة، فهيتم إطلاق مبادرة اعرف قدر نبيك صلى الله عليه وسلم، بهدف التذكير وإلقاء الضوء والتعريف وبيان قدر نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بكل لغات العالم، وده هيكون الساعة 10:30 الصبح من مسجد الإمام الحسين رضي الله عنه بالقاهرة، وهدفها الرئيسي بيان فضل ومكانة نبينا صلى الله عليه وسلم وعظيم قدره.
النهارده هتحتفل كنائس زويلة الأثرية بحي الجمالية بذكرى دخول السيد المسيح أرض مصر وإحياء مسار رحلة العائلة المقدسة، وده تحت رعاية قداسة البابا الأنبا تواضروس الثاني. النهارده هتشهد سماء مكة المكرمة تعامد الشمس الأول على الكعبة المشرفة هذا العام، وده وقت أذان الظهر بالمسجد الحرام. النهاردة العشاء الدوري الإنجليزي موعدهم مع 10 مباريات قوية في إطار الجولة 38 والأخيرة من عمر المسابقة، وتقام جميع المباريات في توقيت واحد الساعة 6:30، من أهمها مباراة ساوثهامبتون مع ليفربول، ومانشستر سيتي مع برنتفورد، وأرسنال مع وولفرهامبتون، ومانشستر يونايتد مع فولهام. تقريباً كده ما بقاش يمر شهر إلا وبيتم الإعلان عن كشف أثر جديد في منطقة أثار سقارة، واللي نقدر نقول كده ان هي خلال الكام سنه اللي فاتوا بقت قبله لبعثات اللي بتقوم بعمليه البحث عن الاثار. صحيح يا شاذلي، امبارح كمان تابعنا اخر الاكتشافات اللي ضمت مقبرتين وتابوت نادر وتماثيل مكتمله. كنوز وأسرار لا تنضب من أرض الكنانة لتبوح لنا بأسرار عظمة القدماء المصريين. فتزينت منطقة سقارة الأثرية باكتشاف أثري جديد من الأسرتين الخامسة بالدولة القديمة والثامنة عشرة بالدولة الحديثة. النهاردة بنعلن الكشف عن أكبر ورشتي تحنيط آدمية وحيوانية في منطقة سقارة. ورشة اللي احنا بنتكلم فيها احنا واقفين عندها دلوقتي دي الآدمية، السراير اللي كانت بتتغسل فيها الأجساد، بنلاقي فتحة صغيرة نسميها المزراب اللي كانت بتنزل المية بعد الغسيل، لقينا الأدوات اللي استخدمها المصري القديم في فتح الجسد عشان يطلع معدة وأمعاء وكبد ورئتين، لقينا بعض من الأواني الكانوبية اللي كانت بتسمى أواني حفظ الأحشاء. أثناء أعمال الحفاير لقينا برضو مقبرتين، مقبرة بترجع للدولة القديمة، بنتكلم على 4400 سنة عمر تقريباً، نيحسود با ذاك الراجل المسؤول عن شق الدرع والمصارف، كبير كهنة كاهن الإلهة ماعت والإله حورس، خد ألقاب عديدة. لقينا كمان مقبرة تانية بترجع للدولة الحديثة لراجل يدعى من خبر الرع، نتكلم على الأسرة 18 3500 سنة عمر تقريبا. لكن اللذيذ هنا أثناء عملية الحفاير لقينا كمان مادة الراتنج والعصاية اللي كان بيستخدمها المصري القديم. مادة الراتنج والعصاية اللي كان بيستخدمها المصري القديم عشان يدهن بيها الجسد الجلد عشان يتجنب ما يسمى التفاعل الكيميائي مع الجو الخارجي فيقدر يحافظ على الموميا. لقينا كم كبير جدا من الأتواب، أتواب اللي هي الكتان اللي كانت بتلف بيه الموميا، يصل في مجملها لف الموميا تقريبا 17 لفه 16 لفه، ده المتوسط تقريبا. لقينا موميات في حاله اكثر من رائعه من الحفظ، الحمد لله. هي دي ورشه التحنيط الادميه، ورشه التحنيط الحيوانيه، عندنا المقابر الرائعه اللي قدرنا نبهر بها العالم. اهم ما تم الكشف عنه اليوم هو اكتشاف ورشتين كاملين للتحنيط مرتبطين هنا بمعبد الاله بسطت، ورشتين هنا، ورشه تحنيط ادمي وورشه تحنيط حيواني. الفكره كلها ان ورشه التحنيط هي موجوده في العاصمه منف حيث معبد العجل ابيس الموجود في هذا المكان. لكن لأول مرة بنلاقي ورش التحنيط هنا، اكتشفنا من قبل بعض أدوات التحنيط، كان الفكرة هل أدوات التحنيط الموجودة في سقارة هي مرتبطة بورش تحنيط ولا مش مرتبطة؟ هو لم يعثر على أسر التحنيط، وبالتالي هي أدوات نقلت واتدفنت مع صاحبها، لكن لأول مرة بنلاقي ورش كاملة، بنلاقي أسر التحنيط كاملة موجودة هنا، سواء الأسرة اللي هي مرتفعة عن سطح الأرض لتحنيط الآدميين أو الأسرة المنخفضة اللي كان بيتم تحنيط الحيوانات عليها، وفيها الميازيب اللي كانت بتساعد في تصفية المياه. الكشف بأيادي البعثة الأثرية المصرية كشف الستار لأول مرة عن ورشتين للتحنيط آدمية وحيوانية تعودان لأواخر عصر الأسرة الثلاثين وبداية العصر البطلمي، وعثر بداخل الورشتين على أدوات ومواد للتحنيط بالإضافة للكتان ومواد لحماية المومياوات من التفاعل الكيميائي، كما عثرت البعثة على مقبرتين وعدد من اللقى الأثرية. احنا شغالين في المكان ده من شهر 9،
اللي فات كان كميه الرديم زي ما انت شايف الدكتور مصطفى قال بنفس المنسوب كده، بدانا نرفع الرديم واحده واحده. ظهرت معانا ورشه التحنيط دي بتاع ورشه التحنيط الادمي، ثم ورشه التحنيط الحيوان، ثم المقابر بعد كده. مقبره دوله قديمه اسره 5، ثم المقبره الدوله الحديثه اسره 18. احنا بنشتغل بنبدا نشتغل نشيل القديم واحده واحده 20 سم ل 20 سم بالترتيب من مدير الموقع معانا يدي التعليمات للرؤساء، ثم بعد كده نبدا ايه نشتغل بالعمال، احنا نوجه العمال واحده واحده. اما يظهر معانا حاجه نبدا نكشف عليها واحده واحده بايدينا بالفرشه والمسطرين كرؤية صلاة عمال الأول، وبعد كده إيه ننده للمدير نشوف إيه اللي موجود في حيطان في بير في أي حاجة نبدأ ننزل معاها واحدة واحدة. طبعا إحنا فريق كل مصري، طبعا ما بهمناش ولا حر ولا شتاء ولا برد، طبعا بنردد بعض الكلمات اللي هي بتدي حافز لينا، زي مثلا بنردد اللي معانا الله معاه واللي علينا الله عليه الصلاه عليه يا عم صلي. لو في 80 عامل في الشغل بيردد ورانا بعض الكلمات ديت، طبعا دي بتدي قوه وايجابيه للعمال ما بيحسوش بتعب ولا حاجه. اما المقبرتين نيح سوتبا ومنخ بن رع من عصر الدولتين القديمه والحديثه، فكان اكتشافهما نتيجه عمل استمر لما يقرب من 8 أشهر منذ اغسطس 2022 التي بدأت بإزالة الرديم والرمال وصولاً للكشف الأخير الذي يعد واحداً ضمن 50 بعثة أثرية مصرية تعمل على مستوى الجمهورية. متحف أثري مفتوح، منطقة سقارة التي أدهشت العالم باكتشافات أثرية مميزة تعود إلينا بسر جديد من أسرار التحنيط الذي حير العلماء وأكد على سبق وتطور الحضارة المصرية القديمة. كريم بيبرس، التلفزيون المصري. عشان نعرف تفاصيل اكتر معنا الدكتور محمد يوسف عويان مدير منطقه اثار سقاره. صباح الخير عليك يا فندم. صباح الخير يا فندم. يا اهلا بحضرتك. طبعا كشف اثري كبير وضخم وزي ما تابعنا تفاصيله من خلال هذا التقرير، ايه الشواهد اللي خلتنا نبحث للوصول الى هذه الورش؟ هو طبعا احنا شغالين في سقاره في موقع البوباستيون بقالنا حوالي 6 سنوات، ده الموسم السادس على التوالي. احنا شغالين في داخل محيط معبد القطه بسطس. السور الخارجي السور الغربي وجدنا شواهد اثريه في الناحيه الشرقيه ممتده اسفل السور في الناحيه الغربيه، فابتدينا ان احنا نحول الشغل نسبيا الى الجانب الغربي عشان نعمل ربط ما بين المقابر الموجوده قبل بناء السور، لان تاريخ المكان بيرجع ل 2400 سنه قبل الميلاد. فعندنا قطع اثريه ومقابر بتعود لهذه الفتره حتى بناء السور في عصر الأسرة 30 القرن الثالث قبل الميلاد. طيب دكتور محمد، يمكن عذر المقاطعة، احنا الحقيقة يمكن عرفنا كل التفاصيل المتعلقة بهذا الكشف الأثري الكبير وعن هذه المنطقة من خلال هذا التقرير، لكن يبقى سر من الأسرار اللي يعني بتشغل بال العالم كله حتى الآن. احنا حسب التقرير وجدنا ورشتي تحنيط، واحدة آدمية والأخرى حيوانية، ده بجانب كمان بعض الأدوات المستخدمة للتحنيط. هل هذا الكشف إلى بأي شكل من الأشكال وصلنا لسر جديد عن التحنيط؟ هو الفكرة مش في أسرار التحنيط، ولكن في ورش التحنيط التي ألحقت بالمعابد في العصر المتأخر في منطقة سقارة. المفروض أن معبد التحنيط الرئيسي المعروف لدينا جميعا هو المعبد الموجود في منطقة منف أو في منطقة مترهينة تحت مسمى معبد التحنيط الخاص بالعجل أبيس. وجدنا فيما بعد بعض أدوات التحنيط في منطقة سقارة في أبار مقابر الأسرتين 26 و27، ولكن هي مجرد أدوات فقط. كانت الفكرة هل هناك ورش تحنيط موجودة في سقارة ولا لأ؟ الكشف الجديد اللي تم الإعلان عنه هو لأول مرة يتم الكشف عن وجود ورش تحنيط ملحقة بالمعابد في منطقة سقارة، وذلك من خلال المباني الخاصة بالورش ومن خلال الأسرة المشيدة من الحجر الجيري والخاصة بالتحنيط واللي فيها الميازيب اللي هي بتصرف المياه بتاعة التحنيط. فده فكرة جديدة جداً ولأول مرة بنلاقيها، ولأول مرة بنلاقي ورش تحنيط ملحقة بالمعابد، وده احتمال في المستقبل القريب مع الكشف عن بقية المعابد الخاصة ب. عظيم جدا يا دكتور محمد، واعتقد ده هيكون ليه تأثير كبير جدا. طريقة العرض او طريقة الإعلان عن هذا الكشف ودعوة جميع وسائل الإعلام المحلية والعالمية الموجودة على أرض مصر بكل تأكيد ليه تأثير كبير جدا على حركة السياحة الفترة القادمة. بنشكر حضرتك دكتور محمد يوسف عويان مدير منطقة آثار سقارة. مشاهدينا 8 صباحا موعدنا مع موجز لأهم الأنباء مع دينا شرف، تفضلي يا دينا. شكرا لك جمانة. 8 صباحا بتوقيت القاهرة، 5 بتوقيت جرينتش. موجز الأخبار من التلفزيون المصري، أهلا بكم.
شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي عبر تقنية الفيديو كونفرنس في قمة مجلس السلم والأمن الإفريقي التي تم عقدها لبحث الأزمة الراهنة في السودان. وخلال الجلسة الافتتاحية للقمة أرقى الرئيس السيسي كلمة أكد خلالها الأهمية القصوى للتنسيق الوثيق مع دول الجوار لحل حالة الأزمة في السودان باعتبارها الأكثر تأثرا بها والأكثر حرصا على إنهائها في أسرع وقت، ومشددا على تكامل جهود مصر مع مختلف المسارات الإقليمية من أجل إنهاء الأزمة في السودان. كما أكد الرئيس السيسي خلال كلمته أن النزاع في السودان يخص الأشقاء السودانيين أنفسهم، ومن ثم فإن دور الأطراف الإقليمية هو مساعدتهم على إيقافه وتحقيق التوافق حول الأسباب التي أدت إليه في المقام الأول، مشددا على احترام مصر لإرادة الشعب السوداني وعدم التدخل في شؤونه الداخلية وضرورة عدم السماح بالتدخلات الخارجية في أزمته الراهنة. استقبل محافظ أسوان أشرف عطية المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والوفد المرافق له وذلك بمطار أسوان الدولي. وخلال اللقاء استعرض محافظ أسوان الخدمات المتنوعة التي تقدمها الأجهزة والوزارات والجهات المعنية منذ اللحظات الأولى للأزمة السودانية لكافة الوافدين سواء من المصريين أو السودانيين أو الجنسيات المختلفة، لافتا إلى أنه يتم يوميا توفير كافة سبل الراحة والمعيشة والخدمات للوافدين من السودان. أعلنت هيئة موانئ البحر الأحمر إغلاق موانئ السويس والزيتيات بمحافظة السويس نظرا لسوء الأحوال الجوية. وذكر بيان صادر عن الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر أن شدة الرياح بلغت 28 عقدة جنوبية وارتفاع الأمواج ما بين 3 و4 أمتار وحالة البحر مضطربة جدا، وتم إيقاف حركة الملاحة البحرية وكافة الأنشطة البحرية وذلك على الوحدات البحرية الصغيرة والكبيرة حفاظا على سلامة الملاحة البحرية. وأصدر رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر محمد عبد الرحيم تعليمات صارمة لمدير الموانئ باتخاذ التدابير الاحترازية اللازمة نحو التأكد من سلامة العلامات الملاحية بمداخل ومخارج الموانئ والمتابعة مع الهيئة العامة للأرصاد الجوية للخريطة المناخية لسلامة الملاحة البحرية وتفعيل غرف العمليات بالموانئ لمواجهة المخاطر المحتملة ومنع الأنشطة البحرية حفاظا على سلامة الأرواح والممتلكات الخاصة والعامة. قالت نائبة وزير الدفاع الأوكراني هانا ماليار إن القوات الروسية خففت مؤقتا من وتيرة هجماتها على مدينة بخموت المحاصرة في شرق أوكرانيا بهدف إعادة تنظيم صفوفها وتعزيز قدراتها. وأشار مسؤولون أوكرانيون إلى أن قواتهم مستعدة لشن هجوم مضاد طال انتظاره لاستعادة الأراضي التي احتلتها روسيا منذ بداية الحرب. وأكدت ماليار أن تراجع النشاط الهجومي لموسكو يرجع لحقيقة أن القوات يجري تغييرها ويعاد تنظيم صفوفها. أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن موسكو سترد على حجب حسابات وسائل الإعلام الروسية مرة أخرى في ألمانيا. وأشارت زاخاروفا إلى أنه تم حجب حسابات وسائل الإعلام الروسية في ألمانيا مجددا، مؤكدة أن بلادها سترد على أن موسكو مستعدة لفرض عقوبات مماثلة على وسائل الإعلام الألمانية في روسيا. وشددت زاخاروفا على أن وزارة الخارجية الألمانية تعمل سرا عن المجتمع الدولي وتنفي خطواتها. قال السفير الروسي لدى لندن أندريا كيلين إن مدة الصراع الأوكراني تعتمد على مدى تصعيد دول حلف الناتو للأحداث وتحديدا الجهود البريطانية. وأوضح كيلين في تصريحات إعلامية أن موسكو لم تتخذ حتى اللحظة أي إجراءات جادة وخطيرة للرد على خطوات حلفاء كييف التصعيدية. وشدد السفير الروسي على أن قرار الغرب بإمداد أوكرانيا بمقاتلات F-16 وتسليمها صواريخ كروز بعيدة المدى لكييف جزء من مساهمة الغرب في تصعيد الأزمة الأوكرانية. أعلنت الشرطة الهولندية القبض على أكثر من
1500 شخص خلال تظاهرة نظمتها إحدى المجموعات في لاهاي، وكان الناشطون قد أغلقوا جزءا من طريق سريع في وسط المدينة احتجاجا على دعم الوقود الأحفوري. وقالت الشرطة في بيان إنها طلبت بشكل متكرر من الناشطين إنهاء تحركهم والمغادرة، ومضيفة أنه تم القبض على كل من لم يفعل ذلك. ختام موجات الثامنة، فاصل ونعود لحضراتكم لاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر. اهلا بحضراتكم مره تانية. دلوقتي هناخدكم بقى في جوله كده في متحف الفن الاسلامي، فقره مهمه جدا عملتها زميلتنا جرمين ابراهيم. هنروح نتابع هذه الفقره ونرجع لحضراتكم مره تانية. عليكم في كل مكان، موجودين معاكم النهارده في واحد من اكبر المتاحف المتخصصه في الفن الاسلامي في العالم، واللي بيضم اكتر من 100,000 قطعه اثريه نادره ومتنوعه بتشمل جميع فروع الفن الاسلامي على مر العصور، وده اللي خلاه مناره رائعه للفن والحضاره الاسلاميه. جولتنا النهارده في متحف الفن الاسلامي. متحف الفن الإسلامي بيعتبر قبلة لكل المهتمين بشؤون الآثار والتاريخ باعتباره مرآة عاكسة للحضارة الإسلامية العظيمة بمقتنياته اللي بتغطي تقريباً 12 قرن هجري. وعشان نعرف تفاصيل أكتر معانا أستاذة رشا جمال، مدير القسم التعليمي بمتحف الفن الإسلامي. برحب بك. يعني في البداية لو نتكلم عن تاريخ إنشاء المتحف، وهل كان بيحمل من البداية اسم متحف الفن الإسلامي؟ متحف الفن الإسلامي الفكرة بدأت في عهد الخديوي إسماعيل، ولكنها تنفذت في عهد الخديوي توفيق سنة 1880، وبدأت في صحن مسجد الحاكم بأمر الله الموجود حاليا في شارع المعز. بدأت في صحن الجامع بتجميع مجموعة من الآثار، وكان أغلبها من الأحجار، الآثار الإسلامية أغلبها من الأحجار. وعلى مدار الزمن القطع دي بدأت تتوسع وتكبر جدا، فما كانش يعني بتكبر على المساحة بتاعت الصحن، فاضطروا يعملوا لها مبنى صغير كده داخل المسجد، داخل الصحن بتاع المسجد عشان يتحط فيه القطع دي، وسمي وقتها كان اسمه المتحف العربي. بعد كده فعلا المساحة ما بقتش كافية، القطع اللي بدأت تتزايد، فتم إنشاء المبنى اللي حضرتك متواجدة فيه حاليا، وافتتح في 28 ديسمبر سنة 1903 على يد عباس حلمي الثاني. والحقيقة هو موقع متميز جدا، شارع بورسعيد، هو بيربط بين القاهرة المعزية والقاهرة الخديوية الحديثة، فدي كانت بانوراما أثرية كاملة. ده كان بداية اللي هو، وبرضه ظل يحمل اسم دار الآثار العربية لما انتقلت القطع إلى هذا المبنى، وكان وقتها تقريبا عدد القطع ما يقرب من 3,000 وعشرات القطع الأخرى يعني. وطبعا القطع دي بدأت تتزايد لغاية احنا دلوقتي وصلنا لما يربو من 100,000 قطعة أثرية. متحف الفن الإسلامي يعتبر من أكبر المتاحف للفنون الإسلامية على مستوى العالم، حاوية الحضارة الإسلامية فعلا. زي ما حضرتك ذكرتي قبلة لكل الباحثين في شؤون الآثار الإسلامية وما إلى ذلك. والحقيقة المتحف اتعرض لمراحل تطوير كتيرة جدا، كان منها كان سنة 1983 ل 84، السنة دي حصل فيها بعض التوسعات، ضاف فيها قاعة النسيج وقاعة السجاد، وفي نفس الوقت برضو ضموا الجزء الجنوبي في المتحف، كان عبارة عن تقريبا محطة بنزين، فبقت مكانها دلوقتي الحديقة المتحفية، وهي عبارة برضو عن عرض متحفي مفتوح للآثار من الأحجار. لو احنا بنتكلم عن تاريخ إنشاء
المتحف وكمان مراحل تطويره كان يمكن في تاريخ حاسم للمتحف في 2014. عايزين نعرف ايه اللي حصل في التاريخ ده وازاي تم التعامل مع الاضرار اللي اصابت المتحف. الحقيقه هو اللي حصل ان كان حصل تفجير ضخم جدا ما كانش المقصود بيه وقت كده وقت المتحف، كان مقصود بيه مديريه امن القاهره اللي هي مقابله تماما للمدخل الرئيسي للمتحف. الساعة 6:30 الصبح عربية فيها متفجرات، طبعا التفجير كان عالي جدا جدا، أصاب الواجهة الرئيسية كاملة في المتحف وأصاب يعني قطع كتير جدا جدا من المتحف أصبحت تحت الركام. والحقيقة يعني يقدر الإشارة في الموقف ده إلى الدور البطولي اللي قام بيه أمناء المتحف وإدارة المتحف في النهاية، تجمع كل القطع دي وطلعها لمبنى الترميم أو إدارة الترميم اللي فعلا هي كمان قامت بدور يعني ضخم جدا في النهاية ترمم القطع دي وتعمل لها استكمال وتعرضها تاني وتهتم بيها وتعرضها تاني. والحقيقة نفتخر أن كل ده كان بمجهود مصر 100%. لحد ما تم إعادة افتتاحه امتى؟ افتتاح كان 2015 على يد يعني شخصيات عامة والسيد الرئيس، وافتتح المتحف وافتتح للزيارة. ووقتها يعني المتحف دلوقتي بعد السنر العرض الأخير بينقسم لجناحين، جناح شرقي وجناح غربي بإجمالي 25 قاعة أثرية. وده اللي هتكلم معاكي فيه لأنه مهم كمان نعرف بقى بعد التطوير والسنين اللي مرت على المتحف وصلنا للشكل الحالي والوضع الحالي اللي موجودين فيه. عايزين نعرف تقسيمات المتحف وكمان أقدم القطع الأثرية اللي موجودة، لأن زي ما قلت إحنا بنتكلم إنه في قطع بتغطي تقريبا 12 قرن هجري. ده حقيقي فعلا. بصي حضرتك، هو المتحف كامل بإجمالي 25 قاعة متقسم لجناحين، جناح شرقي وجناح غربي. الجناح الشرقي بيعتمد في سيناريو العرض على تسلسل العصور التاريخية ابتداء من الأموي انتهاء بالعثماني. تم إضافة فاترينا لأسرة محمد علي بعد التعديل أو بعد التطوير الأخير اللي هو حصل في 2014، ودي هتلاقي حضرتك في مقدمة الباب الرئيسي على طول. وبعد كده الجناح الغربي بيعتمد على الموضوعات زي موضوع الطب، موضوع العلوم، موضوع الكتابات، موضوع السجاد وهكذا. الحقيقة المتحف بيقتني برضو أقدم قطعة أثرية مؤرخة في التاريخ في الآثار الإسلامية بمصر، وعبارة عن شاهد قبر حجري موجود في قاعة الكتابات، بيرجع ل 31 هجرية، القرن الأول الهجري في عهد عثمان بن عفان. والحقيقة هو مش بس أقدم قطعة مؤرخة ولكنه كمان يعتبر بيشهد أول مراحل لكتابة الخط العربي. الشاهد القبر مخطوط أو منقوش بالخط الكوفي البدائي، ويحتوي على الاسم المتوفي والدعاء له وذكر أنه هو كان في عهد عثمان بن عفان. إزاي قاعات المتحف بتعبر عن الفن الإسلامي؟ إيه أنواع الفنون اللي موجودة وكمان نماذج للقطع الأثرية اللي موجودة؟ الحقيقة الفن الإسلامي فن ثري، فن يعني من الحياة وللحياة، وإلى الآن يعني الفنانين أو الحرفيين اللي هم يعني متوارثين الحرفة أو المهنة أيا كانت، حرفة النسيج، حرفة المعادن، أبا عن جد بييجوا المتحف علشان يعني يعملوا مستنسخات طبق الأصل من الموجود في المتحف، لان هي تعتبر يعني هي الايقونه وهي الايدول بالنسبه لهم. فاحنا عندنا يعني المواد الخام مختلفه، عندنا خزف، عندنا نسيج، عندنا الحقيقه الفن الاسلامي يعني موجود على كل المواد الخام، خشب، نسيج، خزف، احجار، كل ما استخدم في الحياه اليوميه او في الحياه الدينيه او في اي موضع حياه. ايه نماذج القطع اللي موجوده اللي بتعكس سواء الخزف سواء الزجاج؟ ايه النماذج اللي موجوده في المتحف؟ عندنا مشكوات زجاجيه، ودي مجموعه ثريه جدا جدا وقيمه جدا، من جات لنا من مجموعه السلطان حسن. الحقيقه المجموعه دي يعني من الزجاج. المشكوه عباره عن وسيله اناره او وسيله الاناره الرئيسيه في المساجد، وكانت دايما بيبقى منقوش عليها اللي هي آية النور، وبيبقى عليها مثلا في مشكوات بيبقى عليها الرينك بتاع السلطان المملوكي، بيبقى عليها رسومات او نقوش او ما الى ذلك، وكلها لازم يبقى عليها خط عربي. عندنا مجموعه كبيره جدا من الخزف الفاطمي، والخزف الفاطمي له قصه كبيره. يعني الخزف الفاطمي لو حضرتك بصيتي على الفاترينه هتلاقي ان الخزف فيه لمعه كده بسيطه، اللمعه دي او لمعه مذهبه. طبعا الاسلام حرم الاكل في اطباق الفضه واطباق الذهب، فعلشان كان الخلافه الفاطميه قايمه اساسا على اساس ديني،
فكانوا بيبتدوا يبعدوا عن المحرمات عشان يكسبوا ثقة الشعب، وفي نفس الوقت هم عملوا حاجة الخزف ذو البريق المعدني، هو حضرتك تشوفيه تحس ان هو مطلوب مية الذهب وهو كلها اكاسيد عشان يدوله بهاء ويدوله فخامة وقبها، لان هم نفسهم الخلفاء الفاطميين كانوا لبسهم وجواهرهم وعمائمهم كلها مزينة ومزخرفة عشان يطلعوا على الشعب لما يقولوا حاجة يبقى من مقام عالي أو من باب القبها، فكان بيبهروهم بحاجة زي دي. من القاعات المهمة اللي موجودة في المتحف هو القاعة الرئيسية، خصوصاً أنها بتحمل رسالة المتحف، عايزين نعرف تفاصيل أكتر عن القاعة وأبرز المقتنيات اللي موجودة فيها. هي القاعة الرئيسية الحقيقة هي مش واخدة رقم، هي قاعة زيرو، لأن هي فعلاً بتحمل رسالة المتحف، هي يعني مقابلة مباشرة للباب الرئيسي، هي بتحمل رسالة المتحف أو بتحمل رسالة الحضارة الإسلامية أو عوامل قيام الحضارة الإسلامية اللي هي المصحف الشريف في القاعة الرئيسية. أول قطعة حضرتك بتقابليها هي المصحف الشريف، مصحف من العصر الأموي مكتوب على رق الغزال. بعد كده برضو من العوامل الرئيسية المهمة اللي قام عليها الحضارة الإسلامية الخط العربي، وإلى الآن الخط العربي بيدرس فيه دول وجامعات أوروبية، وهو فعلا خط جمالي وخط تشكيلي. في مشكاة برضو من مجموعة سلطان حسن يعني مزخرفة ومزينة بالخط العربي. في باب من الخشب كان منقول من مسجد السيدة زينب، والباب ده الحقيقة له قصة كبيرة جدا. هو أكبر باب في العالم مصفح بنسبة فضة، وهو اللي صانعه صانع يهودي، والمقبض بتاع الباب محفور عليه اسم الصانع يهودا أصلان، وإن دل على شيء يدل على أن الحضارة الإسلامية أو الدين الإسلامي هضم كل الأديان وتعامل معها معاملة السواء، كانش فيه عنصرية ولا تميز. في عندنا مفتاح الكعبة، هو للأسف مش موجود دلوقتي لأنه هو في معرض خارجي، وده الحقيقة من أقدم مفاتيح الكعبة ويرجع للسلطان شعبان. كان في البوصلة برضو، بوصلة من اللكي أو من الخشب المدهون باللكي، ودي كانت مرسوم عليها أو منقوش عليها الحرم المكي. وعندنا كمان طبق وطاست من العصر القاجاري، وده إسهامات غير العرب في الإسلام، لأن الحضارة الإسلامية ما بنتش على العرب بس، لأن دخل فيها العجم والعرب والروم، فبقت عبارة عن حضارة متنوعة بثقافات مختلفة. بنتكلم عن أكتر من 100,000 قطعة أثرية، مهم نعرف كمان إيه مصادر القطع دي والبلاد اللي جت منها؟ لا الحقيقة متحف فن إسلامي هو فعلا متحف فن إسلامي عالمي، لأن اللي موجود من الأندلس ومن الهند ومن الصين، أي مكان أو أي بقعة غزاها الإسلام أو فتحها الإسلام وانتشر فيها وبدأت تاخد روح من الفن الإسلامي، هي موجود منها قطع في متحف فن إسلامي. لو حضرتك بتسألي على مصادر المقتنيات أو مصادر الأعداد المقتنيات، هي الحقيقة موجودة من الهدايا والتبادل ومن اللقى الأثرية اللي بنجيبها من البيوت السكنية، من الحفاير، من المضبوطات والأحراز، في مصادر كتير جداً. يعني جزء مهم بينظمه المتحف هو جزء الأنشطة والخدمات اللي بتقدم للجمهور، واللي يمكن عرفت من حضرتك أن جزء كبير منها بيكون بشكل مجاني، مهم نعرف الناس عن أبرز الأنشطة دي. هو الحقيقة يعني علوم المتاحف حديثاً وحتى اليونسكو عرف المتاحف على أنها مؤسسة تعليمية تثقيفية خدمية مجتمعية من المقام الأول. المتحف الإسلامي بيقدم مجموعة كبيرة جداً من الأنشطة والخدمات مجانية بالكامل للجمهور، وبيستهدف فئات كتيرة جداً، المرأة، الشباب، الأطفال، وكلها من خلال أقسام في الهيكلة الداخلية. عندنا القسم التعليمي، عندنا قسم المعارض، عندنا قسم التدريب والنشر العلمي، عندنا قسم الأرشفة، عندنا أقسام كتير بتستهدف الجمهور وبتتفاعل معاه بشكل مباشر. احنا الحقيقه دايما بنعمل تزامنا مع الاحداث الجاريه، بنعمل فعاليات بيشترك فيها مجموعه من الاقسام، وكلها بتبقى للجمهور، مفتوحه للجمهور. اخر حاجه الحقيقه كانت بمناسبه رمضان، كان في احتفاليه كبيره يوم الاربعاء الماضي، كان فيها معرض مؤقت، كان فيها معرض فني ضم حرف تراثيه ويدويه لكل الحرفيين اللي بيشتغلوا حاجات مرتبطه برمضان، خياميه، مكرميه، صناعه الفوانيس، كل ده، وكان في اقبال كويس جدا عليه من قبل الجمهور. وكان عندنا محاضرات عن الفلك، وكان عندنا رصد فلكي مساء في حفله موسيقيه برضو عشان خاطر نربط ده برصد الهلال وما الى ذلك. زي ما قلت يمكن بالتزامن مع شهر رمضان الكريم تم تنظيم متحف مؤقت بيحمل عدد معرض مؤقت فيه عدد من القطع الأثرية المرتبطة بشهر رمضان، عايزين نعرف طبيعة المعرض وكمان أبرز القطع الموجودة.
اوكي، هو كان معرض تحت مسمى الهلال المصطفى. فعلا هو كله مرتبط بشهر رمضان الكريم، ومعروض دلوقتي في قاعه العرض واحد، قاعه العرض المؤقت واحد. هو الحقيقه في حوالي يعني ما يزيد عن 30 قطعه، ابرزهم الحقيقه المدفع، وكلنا عارفين المدفع بالنسبه لرمضان ايه. معروض فيه مدفع من العصر العثماني، معروض فيه برضو مجموعة من الأطباق الخزفية اللي كلنا كنا عارفين أساسها أو ربطها بالموائد الرمضانية اللي بدأت في عهد أحمد بن طولون، لما كان بيمتد من القصر لجامع الأصمطة اللي هي الموائد الرمضانية، ولما جمع الحاشية وكبار التجار وعمل لهم مائدة رمضان وقال لهم ما أجمعكم في هذا اليوم إلا لأعلمكم طريق البر إلى الناس، ومن هنا بدأت فكرة الموائد الرمضانية. فإحنا ربطين الأطباق الخزفية اللي كان بيقدم فيها الطعام بهذه الفكرة. معروض برضو صور من بعض المعارك اللي تمت في شهر رمضان الكريم. يعني أخيرا لو نعرف المشاهدين بمواعيد زيارة المتحف، إزاي يقدروا يزوروه، وكمان مواعيد الزيارة وسعر التذكرة. الحقيقة المتحف مفتوح من الساعة 9 صباحا للساعة 5 مساء يوميا، مفيش أجازات، تمام. وبيرحب بأي جمهور، تشرفونا وتنورونا في أي وقت. أنا بشكرك جدا على وجودك معنا. شكرا لحضرتك، ميرسي، نورتينا. نشكر الزميلة جيرمين إبراهيم على هذا اللقاء. طبعا الشكر موصول كمان لضيفتها الكريمة، ومن معرض متحف الفن الإسلامي لمعرض زهور الربيع، واحد من أهم المعارض اللي بتشهد إقبال جماهيري كبير جدا بيزيد عام بعد عام. ومبارح انطلق المعرض 90 تحت شعار 100 مليون شجر. طبعا هذا المعرض مهم جدا، هو الأقدم والأكبر في المنطقة العربية. المعرض السنة دي بيشارك فيه عدد كبير من العارضين، بيقدموا أكثر من 1000 نوع نباتي في مجال نباتات الزينة والزهور والأشجار وخلافه. خلينا نشوف هذا التقرير ونرجع لحضراتكم مرة تانية. هو صراحة في عملية تنظيمية جميلة جدا، في شركات قطاع خاص كتيرة جدا عارضة نباتات زينة مستوردة ومحلية، وفي طبعا القطاع العام ممثل في قسم بحوث الزينة، حديقة الزهورية، قطاع الإنتاج، معظم قطاعات الوزارة عارضة. احنا بنعرض نباتات زينة سواء كانت نباتات داخلية أو نباتات خارجية. النباتات الداخلية تتحمل الإضاءة الضعيفة، والنباتات الخارجية ممكن زراعتها في الأوبن فيلد في الشمس. معرض زهور الربيع بيقام في المتحف الزراعي، احنا النسخة رقم 90، وهذا العام الحقيقة بيحظى بإقبال كبير من العارضين. احنا عندنا أكثر من 200 عارض، مش بس لنباتات الزينة والزهور، هذا العام بيضم كل التخصصات وكل المجالات المتعلقة بهذا النشاط، وبالتالي أي حد بيفكر إن هو يستغل مساحات غير مستغلة عنده في البيت، في الأسطح، في البلكونات، كل ده هيلاقي كل المستلزمات وكل احتياجاته متاحة هنا في المعرض. اضافه لان كمان في كتب ارشاديه ونشرات ثقافيه زراعيه يقدر يشتريها ويقدر ياخدها من خلال هذا المعرض. هذا المعرض الحقيقه هذا العام احنا بنتكلم على 100 مليون شجره، وده في ضوء مبادره سياده الرئيس لزراعه 100 مليون شجره. كمان احنا المعرض مستمر لمده شهر باذن الله من تاريخ افتتاحه من النهارده، وهنفضل مستمرين ونستقبل كل الساده الزوار خلال فترات المعرض. التنسيق جميل وفي انواع كثيره من النباتات موجوده. انا جاي اخد عنب عشان ازرعه فوق عندي، وليمون وبرتقال ومشمش عشان ازرعهم في الجنين عندي. والله الحقيقه انا مهتم بالزراعه عموما يعني، لكن فكره وجود شتلات متخصصه لحاجات نباتات وفواكه، وفكره الحاجات الارشاديه اللي بتوجه المواطنين ان هم يقدروا يزرعوا ويقدروا يبقوا عندهم حاجات اكتفاء ذاتي من الزراعه، انا شايف ده مركزين فيه بشكل كبير قوي في المعرض، وشايف فيه تنوع بصراحه. يعني يمكن انا جيت مره قبل كده بس من فتره ما كانش بنفس التنوع ونفس الشكل ده. انا شايف فيه اهتمام كبير الحقيقه جدا بالشكل وبالطريقه عرض الزهور وطريقه عرض النباتات. عشان نعرف تفاصيل أكتر عن معرض زهور الربيع، خلينا نعرف أكتر من دكتور محمد القرش المتحدث باسم وزارة الزراعة. صباح الخير لحضرتك يا دكتور، وأهلا بيك معنا في صباح الخير يا مصر. دكتور محمد، صباح النور. أهلا بحضرتك. في البداية لو تكلمنا عن المعرض السنة دي، إيه جديد فيه وإيه المختلف عن السنين اللي فاتت يا فندم؟ يعني الأول اسمح لي أشكر حضراتكم شكرا جزيلا، وطبعا
الجديد هذا العام ان احنا بنتكلم على معرض بيقام في ضوء مبادره فخامه السيد الرئيس 100 مليون شجره لزراعه 100 مليون شجره. وبالتالي احنا خلال الفتره الاخيره احنا كنا حريصين على توفير الاشجار وتوفير توفيرها في سعر التكلفه عشان تكون مناسبه بكل انواعها، سواء الاشجار المثمره او الاشجار الخشبيه او الاشجار الزينه الاشجار المذهره، بحيث يكون في اتاحه مستمره امام الجمهور لشراء هذه الاشجار وزراعتها، وكمان توفير مستلزمات الانتاج اللازمه لعمليه الزراعه لهذه الاشجار، وبالتالي نقدر نشجع اهالينا واخواتنا المصريين على عمليات الزراعه وعلى زراعه الاشجار في ضوء مبادره السيد الرئيس. كمان هذا العام احنا بنطلق واحد من اكبر المعارض الخاصه بمبادره خير مجتمعنا لاهالينا، تنوع كبير في المعروضات وكمان اسعار مناسبه، عشان كل سنه وحضراتكم بخير يا رب، عيد الاضحى المبارك هيكون على الابواب خلال فتره المعرض، فاللي هيجي الزائر اللي هيجي هيجي اولا يزور المتحف الزراعي، وده من الاماكن التاريخيه التراثيه اللي لها عبق يدل على تاريخ الحضاره المصريه في مجال الزراعه، كمان هيزور ويشوف جمال معرض زهور الربيع، كمان هيشوف او هيشتري مستلزمات الانتاج الخاصه بيه لو حب يزرع، اضافه لان هو يقدر يشتري مستلزمات بيته، فيجي يقضي يوم سعيد جميل يجيب فيه كل احتياجاته ويكون يوم ترفيهي سعيد بالنسبه له. عظيم. دكتور محمد، ده اللي كان بيبقى موجود في الأرمان اعتقد. اي فندم، ده اللي كان بيبقى موجود في حديقه الأرمان. ده اللي كان بيبقى ليه تم نقله السنه دي؟ بالظبط كده يا فندم. اتنقل السنه دي؟ تم نقله السنه دي لان احنا طبعا في اطار خطه الدوله لتطوير الحدائق والمتنزهات، فاحنا كمان بنقوم بعمليه تطوير لحديقه الأرمان، وده من ضمن المخططات اللي يعني بنعمل عليها الفتره الحاليه. كمان احنا بننقله لمتحف الزراعي، واحنا قبل كده كنا بنقيم بعض المعارض في المتحف الزراعي، ومن باب احياء او من باب يعني إتاحة الفرصة للاستفادة القصوى من الأصول المتاحة لدينا، فطبعا عملية التنفيذ داخل المتحف الزراعي، وكمان الزائر اللي هيجي هيقدر يشوف بقى المتحف الزراعي ويشوف جمال المتاحف المتخصصة اللي موجودة جواه، لأن في أكتر من متحف داخل المتحف الزراعي، فهتبقى زيارة دافمة لكل رواد معرض زهور الربيع. دكتور محمد، يعني زي ما تابعنا في هذا التقرير، الزائرين بيكونوا موجودين وحريصين ان هم لو حد حابب يشتري زهور معينه او شتلات معينه حتى عشان يزرعها على سطح بيته، او لو عنده مكان يقدر يزرع فيه. عايز اعرف من حضرتك ازاي فندم هذا المعرض يقدر ان هو لاي مدى يقدر يشارك في فكره دعم صناعه وزراعه الزهور في مصر؟ الحقيقه واحنا بنشارك بالفعل، لان احنا اولا اللي هيجي فمحتاج مستلزمات الانتاج اللي هي النبته نفسها اللي هيبدا يزرعها، ودي متاحه. انظمه الري برضو متاحه. الهاردسكيب والاشكال الجماليه اللي ممكن يحطها عشان تعمل شكل جمالي برضو متاحه. كمان الادوات اللي هيقدر يستخدمها في عمليه الزراعه متاحه. كمان الكتب والارشادات اللازمه لعمليه الزراعه ايضا متاحه ومتوفره، فبالتالي اللي هيجي هيلاقي كل الاحتياجات اللازمه اللي علشان يقدر يزرع ويتعلم الزراعه ومن اول بدايه الموضوع خالص لحد ما يقدر ان هو فعلا ينفذ منظومه متكامله للزراعه على اي مكان غير مستغل، سواء في سطح بيته او في جنينته او في بلكونته او في اي مكان متاح لديه. عظيم. دكتور محمد، احنا اتكلمنا عن المستهلكين، يعني الناس اللي رايحه تشتري، طب بالنسبه للمصنعين، بالنسبه للعارضين الموجودين في المعرض، ازاي اصلا بيوصلوا للمعرض عشان يعرضوا منتجاتهم، وعدد العارضين السنه دي قد ايه؟ احنا بنتكلم في اكتر من 200 عارض متاحين. طبعا العارضين بقى لهم فتره الحقيقه بيقوم بعمليات تجهيز كبيره داخل المعرض علشان يلاقوا او عشان يقدموا منتجهم في ابهى صوره ممكنه، خصوصا المعرض الحقيقه بيلقى مش بس قبول محلي او زياره محليه، انما احنا كمان عندنا زيارات دوليه لهذا المعرض، احنا بنتكلم في العديد من السفراء اللي بيجوا يحضروا هذا المعرض واللي بيجوا يشوفوا والوفود الاجنبيه اللي بتيجي تشوف هذا المعرض، فدي فرصه كمان لفتح افاق تجاريه وفرصه للتعاون صحيح مع مختلف دول العالم، وبالتالي بيكون فيها فرصه كبيره للعارضين، وبالتالي بنلاقي حرص كبير واهتمام كبير من العارضين ان هم يجوا يشاركوا في هذا المعرض، وبالفعل يعني حجم الاقبال اللي كان موجود هذا العام اكثر من 200 عرض، ده دليل واضح على قد ايه في اهتمام وحرص بالمشاركه في معرض زهور الربيع، واكيد ده نتيجه ما يلمسوه من نتائج لمشاركتهم في الاعوام السابقه. دكتور محمد، اخيرا مواعيد الزياره من امتى لامتى، وهذا المعرض مستمر لحد امتى؟
هو طبعا المعرض مستمر كل يوم لمده 30 يوم من الساعه 9 صباحا وحتى الساعه 9 مساء، مستمرين في استقبال الساده الزائرين وتوفير والعمل على توفير كل احتياجاتهم خلال هذه الفتره. نشكر حضرتك جزيل الشكر دكتور محمد القرش المتحدث باسم وزاره الزراعه. مشاهدينا هنروح لفاصل سريع ونرجع من بعده نكمل باقي فقرات. بنصبح على حضراتكم مرة تانية، ودلوقتي جه معنا مع جولتنا الرياضية محليا وعالميا. البعثة المصرية المشاركة في البطولة الأفرو أسيوية اللي بتقام فعاليتها حاليا بالمغرب دعت إلى اجتماع مع رؤساء البعثات المشاركة لمناقشة اقتراح بتأسيس الاتحاد الأفرو أسيوي لكرة القدم لقصر القامة. وحضر الاجتماع رؤساء البعثات والأجهزة الفنية والإدارية من دول مصر والمغرب والأردن والعراق وفلسطين، وكمان تم دعوة عدد من الدول الإفريقية. منتخب مصر للرجال الجمباز الفني توج بالميدالية الذهبية في منافسة الفرق بالبطولة الإفريقية رقم 17 المقامة في جنوب إفريقيا. مارسيل كولر المدير الفني الأهلي عقد محاضرة بالفيديو مع لاعبي الفريق الأحمر في بداية التحضير لمباراة فريقه أمام سيراميكا اللي هتقام بكرة والمؤجلة من الأسبوع 27 لمسابقة الدوري المصري. وحرص كولر على شرح الأخطاء اللي وقع فيها لاعبو الأهلي خلال مباراة طلائع الجيش. النادي الأهلي أعلن امبارح جاهزية محمد الشناوي قائد الفريق الأحمر للمشاركة في مباراتي نهائي دوري أبطال إفريقيا ضد الوداد المغربي يومي 4 و 11 يونيو اللي جاي. نادي الزمالك أعلن أن سيف فاروق جعفر لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم تماثل للشفاء من الإصابة اللي أبعدته عن مباراة فريقه الأخيرة أمام الداخلية في الدوري، وكانت عبارة عن إجهاد في العضلة الخلفية. وشهد ميران الزمالك امبارح مشاركة سيف جعفر في التدريبات بعد التأكد من جاهزيته من الناحية الطبية، كمان شارك اللاعب في التقسيمة الفنية وظهر بشكل مميز. فريق رجال كرة السلة بالنادي الأهلي توج امبارح بلقب بطولة إفريقيا الأندية أبطال بال الدوري، ده بعد الفوز على نظيره داون السنغالية بنتيجة 80-65 في نهائي البطولة اللي أقيمت في مدينة كيغالي برواندا. فريق رجال كرة السلة بالنادي الأهلي تأهل للمشاركة في نهائيات كأس العالم في سنغافورة اللي هتقام في شهر أكتوبر المقبل، ده بعد تتويجه بلقب بطولة إفريقيا الأندية بال أبطال الدوري. فريق الكرة الأول بنادي فيوتشر اختتم استعداداته لمواجهة إنبي في دور ال 16 ببطولة كأس مصر، ده في المباراة اللي هتتلعب النهارده، وكان فيوتشر تأهل إلى هذا الدور بعد الفوز على طلائع الأسطول بأربعة مقابل هدف في الدوري التمهيدي. فريق ريال مدريد الإسباني حقق الفوز على إشبيلية بنتيجة 2-1، ده في المباراة اللي أقيمت امبارح على ملعب رامون سانشايز بسخوانا في إطار الجولة 37 من بطولة الدوري الإسباني، وبيحتل ريال مدريد المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 77 نقطة، فيما يحتل فريق إشبيلية المركز العاشر برصيد 49 نقطة. فريق روما خسر من مضيفي فرونتينا بنتيجة 2-1 في المباراة اللي جمعت الفريقين امبارح ضمن منافسات الجولة 37 من مسابقة الدوري الإيطالي للموسم الجاري، وبالنتيجة دي بيحتل روما المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 60 نقطة، وفرونتينا في المركز 11 برصيد 60 نقطة. فريق يونيون برلين تأهل لدوري أبطال أوروبا للمرة الأولى في تاريخه، ده بعد فوزه على فريدر بريمان 1-0 في الجولة 34 والأخيرة من الدوري الألماني، وتأهل فريق فرايبورغ إلى الدوري الأوروبي بعد حلوله خامسا بجدول الترتيب. فريق بايرن ميونخ الألماني توج بلقب الدوري الألماني للموسم الحالي 2022-2023، ده بعد ما حقق الفوز مهم على كولن بنتيجة 2-1 في المباراة اللي أقيمت على ملعب راين إنرجي ستاديون ضمن منافسات الجولة 34 والأخيرة من مسابقة الدوري، وبذلك بفارق الأهداف عن بروسيا دورتموند بعد تعادله أمام ضيفه فريق ماينز بنتيجة 2-2.
لينيال إكسكالوني المدير الفني لمنتخب الأرجنتين أعلن عن قائمة التانجو الرسمية لمواجهات شهر يونيو أمام منتخبي أستراليا وإندونيسيا، ده في فترة التوقف الدولي واللي تصدرها القائد لينيال ميسي، وشهدت القائمة غياب لو تارو مارتينينز نجم إنتر ميلان وليساندرو مارتينينز مدافع مانشستر يونايتد. وبكده انتهت جولتنا الرياضية، هرجع مرة تانية لجمعة أنا وشاذلي علشان نكمل معكم فقرات صباح الخير يا مصر. شكرا لك يا دينا. اسمحوا لي أكون منحاز شوية لطلبة كلية إعلام، لأنهم الحقيقة يعني مشاريع التخرج بتاعتهم دايما مميزة وفيها ابتكار. امبارح احنا كان عندنا مشروع مهم جدا، كنا بنتكلم عن التحديات اللي التعليم بالنسبة للأطفال الصغيرين، وإزاي الطلبة وهم بيتخرجوا يعني برضو هم مش كبار قوي لكن عندهم وعي كبير جدا بأهم مشكلات وتحديات التعليم. النهاردة بقى عندنا مشروع تاني غاية في الأهمية اسمه فك العقدة، ده اسم مشروع تخرج مبتكر لطلبة سنة رابعة في كلية الإعلام جامعة مصر الدولية. المشروع ده هو حملة من نوع مختلف شوية، الهدف منها هو بناء جيل سوي من خلال وقف توريث العقد النفسية وكمان توعية الأهالي والمقبلين على الزواج. هي فعلا موضوع مهم جدا، ويمكن انه يعني يخرج من بنات صغيرين هم في اخر سنه في الجامعه، بس بيعتبروا برده لسه مش مدركين قوي يمكن المشاكل اللي ممكن تكون في مجتمعنا، او احنا بنبقى متخيلين كده، بس من الواضح ومن خلال هذه المشروعات واضح ان هم مدركين وقادرين يتعرفوا على مشاكل المجتمع بشكل اقرب، خاصه المشاكل النفسيه اللي للاسف على فكره بتكون يعني بتنعكس على بقيه المشكلات والتصرفات حتى في بقيه حياتهم. خلينا نتعرف اكتر عن هذا المشروع، مشروع التخرج والحمله، من امينه نبيل وجنه تامر الطلاب في كليه الاعلام جامعه مصر الدوليه. صباح الخير عليكم، نورنا في صباح الخير يا مصر. صباح الخير، صباح النور، اخباركم ايه؟ الحمد لله. طيب ابدا مع امينه، احنا بنتكلم عن مشروع اسمه فك العقده، واحنا بنتكلم على فكره انه انتوا الاثنين تناولتوا موضوع مهم قوي، توريث، فكره توريث العقد النفسيه وحل مشاكل او تاهيل المقبلين على زواج، ودي المشكله اللي يمكن بعدها مش بتاثر على اللي بيقبلوا على هذه الخطوه لكن كمان اولادهم. عايز اعرف الفكره جات لكم ازاي، ومش بس كمان جات لكم ازاي عرفتوا ان انتوا تتناولوا الفكره دي وتستعرضوها من خلال مشروعكم؟ الاول احنا 8 كنا مره قاعدين بنفكر هنعمل ايه لمشروع التخرج، قررنا ان احنا عايزين نعمل حاجه ليها اثر مهم على الناس، ونحاول ساعتها يعني نساعد المجتمع اكتر، فقررنا ان احنا نقول، ابتدينا نتكلم نقول ايه اللي بيحصل، مين متضايق، ابتدينا نتكلم مين بيعمل ايه مع اهله. حد قال احنا عندي مشكله مثلا واخده عقده من مامتي، واخده عقده من بابايا، ابتدينا نتكلم لقينا بقى ان كلنا عندنا بناخد حاجات احنا عاوزينها او مش عاوزينها من اهلنا بطريقه واخدين بالنا منها او مش واخدين بالنا منها، وهم مش عارفينها وممكن يكونوا عارفينها. عظيم، هل لقيتوا ناس كتيره مدركه وفاهمه ان هم واخدين بالفعل عقد من اهليهم؟ كتير جدا وبيعترفوا عادي؟ معترفين جدا. هي فكره كمان ان احنا في الاول واحنا بندور في التوبيك نفسه اكتشفنا انه توريث العقد مش بس بالتصرفات، مش تصرفات الاهل قدام اولادهم، هو ممكن كمان يكون بالدي ان اي، انه ممكن ان الشخص تعرض لصدمه في حياته، الصدمه دي اثرت فيه نفسيا وهو مش عايز يورثها لاولاده، بس ثرو دي ان اي هي بتتورث للولاد بالجينات. فدي كانت اكتر حاجه انترستنج في الموضوع، انه الناس كلها عارفه ان هو بالتصرفات بس، فاحنا بنقول لهم لا هو ممكن تبقى بالجينات كمان، فكانوا اللي هو لا ازاي يعني دي حاجه مستحيله. يعني ليه انا اتعرض لحاجه فالاقي ابني او بنتي واخدينها؟ عرفتوها منين موضوع الجينات ده؟ ريسيرش، ابتدينا نعمل ريسيرش وابتدينا نتكلم مع دكاتره ومع لايف كوتشز وكده، وفي كتب اصلا كانت معموله ان هو بيكسبيرمنتس معموله على الناس من خلال تجارب، يعني اكتشفوا انه ممكن المشاكل النفسيه تورث من خلال الجينات. بالظبط. طيب دي نقطه برضو مهمه، بس من خلال كمان السيرفيز بتاعتكم او من خلال اللي انتم بتعملوا البحث مع الناس، اكيد قابلتوا حالات اتكلموا عن مشكلات معينه قابلتهم في حياتهم، من خلالها انتوا استعرضتوها في هذا المشروع. ايه اكتر حاجه لو احنا نتكلم عن جيلكم حسيتوا ان هي موجوده، وايه اكتر مشكله ممكن تكون قابلت جيلكم؟ طبعا ده من خلال السيرفيز اللي انتوا عملتوها. اكتر مشكله انه دايما في
miscommunication ما بين الأهل، مشكلة في التواصل بالظبط. إنه دايما الأهل بيبقوا overprotective قوي على أولادهم، وإن هم بيحاولوا يعملوا لهم كل الكويس قوي وعشان بيحبوهم، حماية زايدة وفرض وصاية على أولاد. بالظبط. بس الولاد هم مدركين ده، بس في نفس الوقت مش عارفين يوصلوا هم عايزين ايه، وده بيسبب ان في الاخر ممكن يبقى الطفل يطلع بقى شخص ما عندوش شخصية او شخصيته ضعيفة. شخصية طبعا، لان هو والده والدته بيفرضوا عليه، اللي هو ما بيسيبلوش وقت او ما يسيبلوش الرأي، بيخلينا هو شخصيته ضعيفة ومش هيقدر يبقى شخص لما يكبر يبقى عارف يتحمل مسؤولية او يعمل يعني يبقى عنده حاجة عشان هو يقدر ياخد قرار في حياته. ياخد قرارات في حياته. طيب من خلال المشروع ده لما بقى عرضتوه على الدكاترة عندكم في الكلية، كان ايه ردود الفعل؟ كانوا متحمسين قوي وخايفين قوي. يعني طب كانوا متحمسين ليه وكانوا خايفين ايه؟ متحمسين لانها فكرة جديدة. فكرة اصلا انه توريث العقد بالجينات دي كانت فكرة جديدة جدا، انه هو كل الناس عارفة انه في عقد بتتورث بس بالتصرفات. خايفين من ردود الفعل للمشروع بتاعنا. الاهل هيردوا علينا احنا ازاي لما ننزل ونتعامل معاهم ونقول لهم على فكرة المشروع. فدي كانت التو ويز بتاعت الكمبيت. طب انتوا كشباب صغيرين قلتوا انه الشباب اللي زيكم في بعض من سنكم يعني يكونوا فاهمين ان هم وارثين عقد من اهاليهم. اهاليهم بقى معترفين بده؟ يعني انت قلت ان في ناس بيبقوا معترفين. في وفي في اهالي بتاخد اللي هو انا عارف، واهالي اللي بتبقى مهتمه قوي بالسايكولوجي ونفسيه الطفل وكده بيبقوا معترفين وبيحاولوا يحسنوا. في اهالي واخده اللي هو انا اتربيت كده فانا هربي عيالي كده، ودي مش دلوقتي مع تطور الزمن والجيل بقى كله يعني عنده رأيه وكده، مش حاجة بقى صعب برضو حد يفرض رأيه قوي دلوقتي. طيب جانا، انتوا المشروع بتاعكو ممكن تطرقتوا للمشكلات، لكن كمان هل قدرتوا توصلوا لنوع من انواع الحلول النفسية للناس اللي تعرضت للمشكلات دي، ولا كان بس معني اكتر بعرض المشاكل؟ احنا لما ابتدينا نعمل الكامبين، احنا في نص الكامبين دلوقتي، فاحنا في الاول كنا بنعرف الناس ايه فكره توريث العقد وايه فكره فك العقده اصلا، وبعدين بنعرفهم لانه العقده بتبقى انواع وبتختلف من شخص التاني. ممكن يبقى شخص بالنسبه له العقده دي بسيطه قوي وصغيره، بس بالنسبه لشخص التاني لا، هي عقده كبيره. وبعدها ابتدينا نعمل فيديوز مع سايكايتريست او دكاترة نفسيين، ان هم ازاي الشخص ممكن ياخد ستابس في حياته ان هو يعني يواجه مشكلة اللي في حياته، وازاي ان هو يتصرف على اساسها ان هو يحلها. فكانت اول ستيب انه مثلا هو مفروض ان هو يبقى عارف ان في مشكلة، فعشان يعرف ان هو يقال انه معرفة المشكلة هو نص حل المشكلة بالظبط. ودي الحمد لله انه واحنا بنتعامل مع الاهل، لا هم عارفين ان في حاجة اسمها عقد، والعقد دي ولادهم بياخدوها، فالحمد لله ان هم كانوا معانا في السايد ده، وهم اصلا كانوا اكتر ناس اللي هم عايزين يعرفوا اكتر وبيدخلوا اكتر عشان يعرفوا الدكاتره النفسيين اللي بيكلموا معانا ايه الستبس اللي ياخدوها منهم عشان يعرفوا يتصرفوا في بقيه حياتهم معايا. فالدكاتره وهم بيقولوا لنا الستبس مثلا ان هو في يعني في سنترز، لو الشخص المشكله بتوصل بيه قوي فبيروح للسنترز دي وبيتعاملوا معاه ان هو مراكز متخصصه بالظبط، ان هو ازاي المشكله دي يحلها مع الدكاتره هناك او لايف كوتش معاهم. الشخص مع نفسه هم بقى كانوا بيقولوا لنا ستابس معينه، ف لسه بقى هنزلها في بقيه الكامبين. عظيم. لا احنا هنتابع معاكم الحمله دي، لكن برضو جانب مهم ما اعرفش انتوا تطرقتوا له في الحمله بتاعتكم ولا لا، هو نظره المجتمع للمريض النفسي. ازاي ممكن المجتمع يحتوي لو قدامه شخص مثلا عنده عقده معينه او مريض نفسي، ازاي يقدر يتكلم معاه ويخرج يعني يحتويه ما يبقاش شخص منبوذ؟ حاسه ان في الفتره الاخيره بقى ان الواحد يروح لدكتور نفسي بقى متقبل اكتر من المجتمع اكتر من زمان، اللي هو دلوقتي بقى عادي جدا حد يقول انا بقيت اروح لدكتور نفسي، انا بقيت اروح اتكلم مع حد. حاسه ان المجتمع دلوقتي بقى مور اوير او مور اوبن للموضوع ده. طيب جانا، في برضو نقطة تانية، يعني احنا زمان كنا بنسمع عن دكتور النفسي بس نقطة ومن أول السطر، دلوقتي بقى في دكتور نفسي، في أخصائي نفسي،
في لايف كوتش او في الشخص، يعني مش عارفه مصطلح بالعربي بالظبط تعريبه ايه، ولكن يعني بقى في اكتر من شخص معني بالحاله النفسيه عامه. هل تطرقتوا للفرق بين ده يعني؟ واحدة؟ لا ايه بقول لها مش كلهم حاجه واحده. لا هل تعرف منهم بقى دلوقتي؟ هل تطرقتوا للنقطه دي يعني امتى الشخص يروح للدكتور النفسي او الاخصائي النفسي او اللايف كوتش؟ اوكي، هو ان هو يروح لدكتور نفسي دي لما الموضوع يكون بالنسبه له اكستريم، او ان هو مش عارف يعيش في حياته يعني. بالظبط مش عارف يعيش في حياته، انه المشكله دي مسببه له ازمه في حياته فمش عارف، فساعتها بيروح لدكتور نفسي. لايف كوتش بتتطلب ادويه، يعني بتتطلب كتابه ادويه من الدكتور النفسي. احنا دي ما وصلنالهاش، لان احنا في الكامبين بنحاول ان احنا نتعامل مع الناس ان هم ازاي يتعاملوا في حياتهم مع العقد النفسي. انا اقصد انه دي من وظائف الدكتور النفسي، يعني دي من الحاجات اللي الدكتور النفسي معني بكتابه ادويه للامراض النفسيه. بالظبط. بس انما لايف كوتش بيساعد الناس في حياتها، بس ان هو زي فكره ان هو حد بيتعامل مع حد مرتاح له فبيتكلم معاه، وان هو بياخد كلامه شويه، بس ان هو مش عايز يروح لدكتور نفسي عشان ما يبقاش ان هو قدام الناس رايح لدكتور نفسي. فاللايف كوتش بتبقى ستيب في النص، ان هو بيساعده وفي نفس الوقت مش دكتور نفسي. طيب عظيم. امينه، انتوا شايف من خلال حملكم بتدعموا المقبلين على الزواج ازاي؟ اولا المقبلين على الزواج دول كده كده احنا بنتارجت اول حاجه الاولياء الامور اللي عندهم اطفال صغيرين، منهم اللي قبليهم على طول المقبلين على الزواج، عشان يبقوا حاطين في دماغهم ان انا عاوز اخلف طفل عنده احسن حاجه ممكنه، عنده منتل هيلث كويسه، احاول ابني زي ما اي اب وام بيبقوا عاوزين يكون سوي نفسيا، عاوزين يخلوا اطفالهم احسن ما يكون. فمن اهم حاجه عشان يبقى احسن ما يكون ان هو يكون عنده صحه نفسيه، عنده سراوندينجز المناخ المحيط بيه او الجو المحيط بيه، الجو المحيط بيه يبقى خفيف لذيذ، مش كله مشاكل وخناقات او ضغوطات. دي اهم حاجه عشان كده يبقى الراجل او الست اللي رايحين يتجوزوا وعارفين هم عاوزين ايه، مش عايزين. احنا اكيد رصدنا مشكلات المقبلين على الزواج، وعلى اساسها بدانا نشوف المشكله فين. ما احنا قلنا اول حاجه تحديد المشكله صح، وبدانا ندعمهم. بقى ازاي كمان بندعم المقبلين على الزواج؟ ان هو يبقى مقتنع ان في مشكله فيواجه المشكله دي، وعلى اساسها ان احنا نبتدي نحلها عشان المشكله دي ما توصلش للاولاد والجيل اللي بعده، فالجيل اللي بعده يطلع سوي نفسيا للمستقبل. بتاعتي انا مبسوطه جدا من مشروع التخرج، مبسوطه انه خارج منهم. يعني احنا دايما بنقول انه ممكن الجيل الجديد مش عارف ايه المشكله اللي موجوده، او مش مدرك ايه اللي حاصل، او واخدين حتى يمكن مساله الجواز وبناء اسره كده على الهامش. بس لا، واضح ان في شباب مستوعب الفكره ومستوعب حجم الموضوع فعلا. طيب شاذلي، كان قبل الحلقه كان حابب يسالكم امينه وجانا على سؤال الحلقه، سألهم. طبعا، عايزين نعرف ايه بقى المواقف اللي تعرضتوا لها من اهاليكوا على وسائل التواصل الاجتماعي، موقف دمه خفيف، موقف محرج شويه. احنا بنتكلم على الاسر طبعا، بنتكلم على الاجيال كمان. دي العقد. دي العقد بقى. قولي بقى يا مين. كده كده وقت العيد ميلاد ده بيبقى على فيسبوك مليان كميه صور غير طبيعيه، ما ينفعش. ما طبيعي. طيب ايه المشكله؟ لا لا لا، صور بقى ما ينفعش تتشاف يعني اصلا ما ينفعش انا اشوفها. يعني مثلا بابايا مره في عيد ميلادي راح منزل لي صوره اللي هو شكلي كان كارثي، اللي هو مش واخده بالي، مستعده يعني. مكشره مثلا. مكشره وقاعده في جنب لوحدي. ده قاصد على فكره. طب انت يا جانا؟ لا، هو اكتر حاجه طبعا الصور. من احنا صغيرين لما اهالينا هم اللي كانوا الاول على السوشيال ميديا فبينزلوا اي صور، فلما كبرنا صحابنا بقوا بيشوفوا الصور دي بيدخلوا يعملوا لنا كومنتس عليها، ليه فضايح؟ في صور معروفه كده. بالظبط، في نوع صور كده معروف بيبقى منتشر على السوشيال ميديا. لا، ودايما لما بننزل مثلا بنعمل شير لميم او حاجه، فنلاقي في ناس في العيله داخلين هم بيتكلموا بطريقه سيريس قوي او جديه قوي، واحنا بنبقى بنهزر. هم مش فاهمينه كمان. ده بيحصل صحيح. طبعا احنا بنشكركم، بنتمنى لكم كل التوفيق. أمينة نبيل وجنى تامر، طلاب في كلية الإعلام جامعة مصر الدولية، شكرا جزيلا لي. نورتونا. شاهدينا معاد موجز لأهم الأخبار مع دينا.
شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي عبر تقنية الفيديو كونفرنس في قمة مجلس السلم والأمن الإفريقي التي انعقدت لبحث الأزمة الراهنة في السودان. وخلال الجلسة الافتتاحية للقمة ألقى الرئيس السيسي كلمة أكد خلالها الأهمية القصوى للتنسيق الوثيق مع دول الجوار لحل حالة الأزمة في السودان باعتبارها الأكثر تأثرا بها والأكثر حرصا على إنهائها في أسرع وقت، مشددا على تكامل جهود مصر مع مختلف المسارات الإقليمية من أجل إنهاء الأزمة في السودان. كما أكد الرئيس السيسي خلال كلمته أن النزاع في السودان يخص الأشقاء السودانيين أنفسهم، ومن ثم فإن دور الأطراف الإقليمية هو مساعدتهم على إيقاف وتحقيق التوافق حول الأسباب التي أدت إليه في المقام الأول، مشددا على احترام مصر لإرادة الشعب السوداني وعدم التدخل في شؤونه الداخلية وضرورة عدم السماح بالتدخلات الخارجية في أزمته الراهنة. استقبل محافظ أسوان أشرف عطية المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والوفد المرافق له، وذلك بمطار أسوان الدولي. وخلال اللقاء استعرض محافظ أسوان الخدمات المتنوعة التي تقدمها الأجهزة والوزارات والجهات المعنية منذ اللحظات الأولى للأزمة السودانية لكافة الوافدين سواء من المصريين أو السودانيين أو الجنسيات المختلفة، لافتا إلى أنه يتم يوميا توفير كافة سبل الراحة والمعيشة والخدمات للوافدين من السودان. قالت نائبة وزير الدفاع الأوكرانية هانا ماليار إن القوات الروسية خففت مؤقتا من وتيرة هجماتها على مدينة بخموت المحاصرة في شرق أوكرانيا بهدف إعادة تنظيم صفوفها وتعزيز قدراتها. وأشار مسؤولون أوكرانيون إلى أن قواتهم مستعدة لشن هجوم مضاد طال انتظاره لاستعادة الأراضي التي احتلتها روسيا منذ بداية الحرب. وأكدت ماليار أن تراجع النشاط الهجومي لموسكو يرجع لحقيقة أن القوات يجري تغييرها ويعاد تنظيم صفوفها. بدأ الأتراك التصويت في جولة الإعادة بالانتخابات الرئاسية، ولم يستطع أي من المرشحين الفوز من الجولة الأولى، حيث تقدم الرئيس رجب طيب أردوغان بفارق 5 نقاط مئوية تقريبا عن منافسه كمال كليتشدار أوغلو في الجولة الأولى التي جرت في 24 مايو. هذا وبدأ التصويت في الساعة 8 صباحا بالتوقيت المحلي وينتهي في 5 مساء، ومن المتوقع أن تبدأ النتائج في الظهور بحلول مساء اليوم. توصل الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس مجلس النواب الجمهورية كيفن ماكارثي إلى اتفاق من حيث المبدأ لرفع سقف دين الحكومة الاتحادية البالغ 31.4 تريليون دولار لينهي بذلك أزمة استمرت شهورا. ووصف بايدن الاتفاق في بيان بأنه خطوة مهمة للأمام، مضيفا أنه يمثل توافقا وهو ما يعني عدم حصول الجميع على ما يريدون، ويرفع الاتفاق سقف الدين لمدة 2 عامين ويقلص الانفاق خلالها الفترة نفسها، كما يشمل استرداد الأموال التي كانت مخصصة لمكافحة جائحة كورونا ولم تستخدم، إضافة إلى تسريع عملية منح الموافقات لبعض مشروعات الطاقة وبعض شروط العمل الإضافية لبرامج المعونة الغذائية للأمريكيين الفقراء. I'm not going to agree to a deal that protects, for example, $30 billion tax break. أعلنت الشرطة الهولندية القبض على أكثر من 1500 شخص خلال تظاهرة نظمتها إحدى المجموعات في لاهاي، وكان نشطون قد أغلقوا جزءا من طريق سريع في وسط المدينة احتجاجا على دعم الوقود الأحفوري. وقالت الشرطة في بيان إنها طلبت بشكل متكرر من الناشطين إنهاء تحركهم والمغادرة، ومضيفة إنه تم القبض على كل من لم يفعل ذلك. ختام موجز التاسعة، فاصل ونعود لحضراتكم استكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر. الحوار الوطني ناقش فيه جلساته قضية الكثافة السكانية، ويمكن القضية دي احنا شغالين عليها من الستينات. هذه القضية طبعا الكثافة السكانية والزيادة السكان بهذا الشكل وبهذا المعدل بيمثل معوق حقيقي للتنمية في مصر، وبكل تأكيد بيؤثر كمان على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
صحيح. الحقيقة النواب وأعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين كانوا مشاركين في هذه الجلسات وطرحوا عدد من التوصيات لحل أزمة القضية السكانية اللي هيتم تطبيقها الفترة اللي جاية. خلينا نعرف تفاصيل أكتر عن هذه التوصيات، توصيات جلسات الحوار الوطني بشأن الزيادة السكانية. رحب النهاردة في فقرتنا بشيماء الأشقر، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين. صباح الخير عليكي، منورنا في صباح الخير. صباح الخير. أهلا حضراتكم. طيب في البداية، إحنا كتعداد سكاني مصر بيزيد بشكل كبير جدا خلال فترة قصيرة جدا، إحنا دلوقتي حوالي داخلين على 105 مليون نسمة. كلنا بنتكلم زي ما كان شاذلي بيقول من الستينيات عن أهمية هذه القضية وعن تداعيات هذه القضية وحملات كتير جدا يمكن فعلا من ستينيات القرن الماضي. إيه أهم النقاط اللي أنتوا من خلال طبعا تنسيقية شباب الأحزاب شفتوا ان هي بتؤثر، هذه الزياده السكانيه بتؤثر عليها بشكل كبير جدا في المجتمع المصري ويجب العمل عليها فورا؟ الحقيقه ان زي ما حضرتك ذكرتي، قضيه الزياده السكانيه هي قضيه كل عصر وزمان. قضيه الزياده السكانيه كانت ولا زالت هي التحدي الاكبر امام الدوله المصريه. احنا تنسيقيه شباب الاحزاب والسياسيين كنا عاملين ورش ناقشنا فيها قضيه الزياده السكانيه، ودي كانت من احدى الورش فيما قبل الحوار الوطني. وخلال الحوار الوطني تقدموا زملائي وتقدمنا تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ببعض التوصيات في جلسات الحوار الوطني. يعني من أهمها وهي التوعية. توعية للرجل وللمرأة أيضا. فيما يخص المرأة، توعية للمرأة اقتصاديا، لأن المرأة العاملة ثبت أن المرأة العاملة هي الأقل إنجابا. الأقل إنجابا للأطفال والأكثر وعيا. بالظبط، والاكثر وعيا وتربيه للاطفال بالطريقه الصحيحه. عظيم جدا. هل الموضوع متعلق بالفقر؟ طبعا متعلق بالفقر، متعلق بالبطاله، بسوء توزيع السكان ايضا. يعني البطاله بيكون عندهم زياده في عدد افراد الاسره؟ لان في المناطق النائيه والمناطق الريفيه هم الاكثر انجابا ودول الاقل وعيا. ان هم احيانا بيعتمدوا على الاطفال كمدخل الدخل ليهم، كمدخل بالظبط، كمصدر دخل او رزق ليهم. صحيح. طيب الزياده السكانيه، يعني مثلا في دول اخرى عددها السكاني كبير جدا، الزياده السكانيه يمكن ان تكون قنبله موقوته ويمكن الاستفاده منها برضه. يعني ممكن يبقى مثلا كمصر بما انها عدد سكانها كتير فممكن تبقى فيها مثلا اكبر مصدر للعماله على سبيل المثال. ازاي نقدر ان احنا نستفيد من هذه الزيادة السكانية او هذا العدد الكبير لسكان مصر، وفي نفس الوقت التعامل، احنا بنقول التوعية موجودة، هذه الحملات موجودة من الستينيات، ايه اللي ممكن نضيفه على هذه الحملات عشان نزيد من الوعي؟ هي الفكرة كلها في التوعية بالطريقة الصحيحة. الحملات اللي بتنزل لازم تنزل في المناطق النائية والمناطق الريفية على الوجه الخاص، وخاصة الوجه القبلي. يعني دي بتكون فيها اكثر الناس كثافة واكثرهم انجاما للاطفال. ده كويس جدا عشان ما نضيعش مجهود الحملات على الفاضي، يعني عشان ما نعملش مثلا حمله موسعه في جميع نوجهها. احنا خلاص عندنا قاعده بيانات وعرفنا اكثر المناطق اللي فيها زياده في الانجاب، فنوجه الحمله بتاعتنا لهذه المنطقه بالطريقه كمان اللي تناسب سكان هذه المنطقه. صح مظبوط. ده اللي احنا محتاجين نشتغل عليه، ان احنا نوجه الحملات ويكون كمان في رقابه. يعني وكمان رقابه على ايه؟ على الحملات. وبماذا وصلت والى اي مدى على ما نحن عليه الان. ايه ادوات هذه الحملات، يعني ايه اليات عمل هذه الحملات؟ طيب. احنا خلينا نقول في تجربه دوليه او في احدى الدول بينزلوا في مناطق مثلا اللي هي الاقل وعيا، بينزلوا في كل بيت، بيدخلوا بيقعدوا مع الزوجه بيوعوها، كمان بيستنوا الزوج لحد ما يجي من الشغل ويوعوه بانه مخاطر الكثافه او بمخاطر ان هو يزيد عدد الاطفال. طيب خلينا نقول دلوقتي ان لو احنا مثلا عندنا طفلين او ثلاث اطفال، مش زي ما يكون عندنا 10، عشان اقدر نقدم لل10 زي ما اقدر اقدم للطفلين. عظيم. الدكتور طلعت عبد القوي عضو مجلس الامناء لمس نقطه مهمه جدا في الجلسه دي، هو بيتكلم قال انه حتى نصيب الفرد من يعني مقومات الحياه الاساسيه من الميه ومن الاكل، من الميه نصيب الفرد بيقل سنة بعد سنة بالزيادة اللي احنا بنشوفها، لان احنا بنزيد ما يتجاوز تقريبا 2 مليون في السنة. مظبوط. فده رقم كبير جدا بالنسبة برضو للمحاصيل الزراعية. قال ان العدد بيزيد،
فنصيب ست اشخاص تقريبا دلوقتي بيقول فدان تقريبا على ما اعتقد. وبالتالي لما اعداد السكان بيزيدوا او بيزيد كثره المواليد بيكون في كثره للموارد والاستهلاكات، فده امر طبيعي جدا. بس عظيم جدا. احنا ازاي نتعامل معاه برضو؟ يعني انا احنا قلنا ان في حملات، يعني زمان كان في حملات واحنا بنتكلم دلوقتي وجمانه بتقول كان في حملات للتوعيه على الشاشات التلفزيون وماما كريمه، فاكره الحملات بتاعه تنظيم الاسره والحاجات دي؟ فاكرينها لحد النهارده. اه طبعا. الحملات دي هل جابت نتيجه ولا لا؟ عشان نفهم احنا نقدر نكمل على الحملات بالشكل ده ولا محتاجين حملات من نوع خاص. هي كانت موجوده زمان وبالفعل كانت في نتيجه. فدلوقتي حضرتك ذكرت ده حلو جدا، ده دور الاعلام. دور الاعلام في توصيل الرساله. انتوا يعني او الاعلام عامه بيكون هو القوه لتوصيل المعلومه للاشخاص. ايوه بس يا فندم، برضو بجانب هذه الحملات التوعويه وبجانب حتى دورنا كاعلام، اعتقد انه في الوقت الحالي لازم يعني حسب يعني قولي لو ده موجود طبعا حسب رؤيتكم ولا لا، لازم يكون في محفزات للاسر عشان نقدر حتى نوصل ليهم هذه الحملات التوعوية، عشان نقدر نحمسهم ونحفزهم ان هم يقدروا يتبعوا هذه او يتبعوا هذا الهدف، او ان هم يقدروا ينتموا لهذا الهدف او يفهموه. اوكي، حضرتك اشرتي لحاجه مهمه جدا وكويسه، اللي هو تضافر جهود الدوله والمؤسسات المجتمع المدني. هي دي الاتجاه بتاعهم. فبناء عليه اعتقد ان لو تضافر الجهود الدوليه أو جهود الدولة، إحنا نتواصل بشكل صحيح للتوعية الصحيحة. ما هو ده هايل، الكلام ده هايل، بس أنا دلوقتي يعني إحنا طول الوقت إحنا بنتكلم إنه من الستينيات إحنا بنحاول نوعي بهذه القضية. الحملات دي أكيد لازم يعني بما إن إحنا بنواكب العصر كل حاجة في تطور طول الوقت. يكون في تطور للحملات التوعوية. بالظبط، لازم يكون في تطور، ولازم أعتقد يعني إنه يكون في إضافة أخرى لهذه الحملات تتعدى فكرة التوعية حتى بالمخاطر والأضرار، يعني يكون في محفزات أكتر لهذه الأسر. هل ده موجود ضمن الرؤية أو ضمن الخطة؟ هو موجود، ده كان من ضمن التوصيات اللي تقدمت بيها تنسيق الشباب الحزب والسياسي في جلسات الحوار الوطني، ان دي تكون من السياسات اللي هي تكون من سياسات الدولة اللي هي إن شاء الله هتكون معها. يعني احنا محتاجين كمان نربط الموضوع بمحو الأمية، لأن زي ما قلنا ان الفقر من العوامل الأساسية، الجهل كمان من العوامل الأساسية اللي بتساعد على زيادة الكثافة السكانية بشكل كبير. فلما نيجي نعمل حملة تكون الحملة شاملة كل حاجة، ومن ضمن كمان أفراد الحملة واللي ضروري يكونوا موجودين هم رجال الدين للتوعية بخطورة هذا الأمر. بالضبط، من ضمن برضه توصيات الحوار الوطني إن في أصلاً هيكون في منهج خاص بالكثافة السكانية تدرس في الجامعات. طيب، انطلاقاً من الدستور وفي المادة 41 تحديدا بتلزم دولة بعمل برنامج سكاني يوازن ما بين العدد السكاني وموارد الدولة، هل احنا بصدد او هل احنا محتاجين تشريعات او قوانين تلزم بفكرة الضبط السكاني، ضبط النمو السكاني؟ اعتقد ان برضو تنسيقات شباب الاحزاب والسياسيين تقدمت بقانون يكون فيه سن الزواج مش 18 21، اعتقد ان ده هيكون سن مناسب جدا، وهيكون برضو في حوافز، وهيكون في حد الكثافة السكانية بشكل لاقي. يعني على سبيل المثال طبعا بجانب فكرة تحديد سن الزواج، ودي نقطة مهمة، في على سبيل المثال في بعض الدول مثلا الطفل الاول بيكون ليه خصم معين مثلا في عملية التعليم، بعد كده الطفل الثاني بيبقى ليه خصم مثلا اقل شويه، بعدين الطفل الثالث على سبيل المثال لا الاسره هي اللي بتتحمل تكاليف التعليم كامل. دي ترجع للحوافز بقى، اللي هو احنا ازاي كدوله بنحفز الاشخاص ان هم يمشوا على الوتيره او السياسات اللي احنا حطيناها لها، ودي كانت من ضمن التوصيات. من ضمن الحاجات كمان اللي بتساعد في زياده السكان ثقافه الولد، يعني مثلا بتلاقي اتنين متجوزين، اول حد عندهم بنوته، تاني خلفه بنوته، فهم عايزين ولد، فبيفضلوا يخلفوا، هم مش فاهمين، هم مش مدركين هم بيعملوا ايه عشان في الاخر يجيبوا الولد. بالظبط، ده يرجع لقله الوعي. ده مفهوم. فهنا برضو محتاجين ان البرنامج التوعوي يكون برنامج شامل. في الجلسه المتعلقه بالكثافه السكانيه تم تطرق لاستقلال المجلس القومي للسكان عن اي وزاره، انا عايز اعرف ايه الغرض من ده؟ هو دايما لما يكون في توصيه
لازم يتقدموا ان هو عايزين ده يكون مستقل. احنا عايزين اي مجلس يقدموه ان احنا عايزين يكون مستقل، ولكن ده بهدف ان هم يمشوا على وتيره معينه، الا وهي زي ما ذكرنا السياسات، التوعيه، ما الى ذلك. طيب في نقطه كمان حضرتك ذكرتيها، فكره تمكين المراه اقتصاديا. تمكين المرأة من، يعني احنا دلوقتي شايفين برامج الحقيقة للدولة ومبادرات عديدة للدولة المصرية في إطار تمكين المرأة ومشروعات متناهيات الصغر والصغيرة والمتوسطة وما إلى ذلك في كل محافظة حسب مواردها، وبيكون حتى يمكن التمويل في الأول بدراسة الجدوى بالتدريب، كل ده موجود من خلال الدراسات عشان نقدر نتقدم. أعتقد يعني صحيح لو أنا غلطانة، عشان نقدر نتقدم بمقترح زي ده لازم أكون بصيت على نتائج هذه المبادرات، هل أثرت بشكل أو بآخر في التعداد السكاني أو حتى في نمط التفكير أو في الوعي أو لا، عشان أقدر أبني على أساسها. طيب، وده زي ما أنا برضو ذكرت إن إحنا محتاجين ده في المناطق النائية والمناطق الريفية. يعني ما هذه البرامج موجودة في المناطق النائية أيضا. أوكي، فإحنا محتاجين نطور فيها فيما يتناسب مع العصر الحالي ويواكب التكنولوجيا، وكمان يكون في رقابة. انا فهمت حضرتك اللي هو احنا محتاجين رقابه او نشوف هي وصلت لايه وايه اللي محتاجين نطوره، ايه المناطق دي محتاجاه، ايه هي اللي الناس محتاجاه عشان نقدر نوصل لطريقه ده افضل يعني شكل ممكن يعني. كده بالظبط. طيب في الجلسه اتكلموا عن الاستراتيجيه الوطنيه للسكان او الاستراتيجيه السكانيه، لكن كان المشكله في تمويل هذه الاستراتيجيه، هل توصلوا لصوره ما من الممكن أن يكون عليها شكل التمويل لهذه الاستراتيجية؟ هي الاستراتيجية كاملة ولكن إحنا محتاجين تمويل مادي وتمويل معنوي وتفعيلها، محتاجين التفعيل والرقابة، دول أهم جزئيتين. بمعنى إن إحنا بنحاول نوجد حلول بالضبط، الدولة شغالة على إيجاد حلول بكل الأشكال. ده حقيقي. هل مثلا في دماغنا المجتمع المدني مثلا ممكن يساعد في تمويل هذه الاستراتيجية؟ طبعا. مجتمع المدني جزء لا يتجزأ. مين المقترحات في الجهات اللي هتساهم؟ طبعا المجتمع المدني جزء لا يتجزأ من ان هو يعني يتضافر معانا. طيب كان في ايضا مقترح خاص بتضمين مناهج عن الصحه الانجابيه والاسره في المناهج التعليميه وفي المدارس. بالضبط، ما هي الكثافه السكانيه او المنهج اللي هيدرس في الجامعات خاص بالكثافه السكانيه هو شامل كل ما حضرتك ذكرتي. طيب بالنسبه بما ان حضرتك يعني حددتي اكتر، كنت مهتمه اكتر بالسيدات في المناطق النائيه وفي القرى والمحافظات، السيدات يعني بالفعل السيدات والرجال. صحيح طبعا السيدات والرجال اكيد، بس يعني احنا اتكلمنا اكتر عن السيدات، بالنسبه للرجال ايه نوع التوعيه اللي بيحصل؟ ايه ازاي بتتعاملوا معاهم؟ لانه معروف مثلا انه الرجال بيكون كمان يمكن خلينا نقول العادات والتقاليد والموروثات الثقافيه بتكون عندهم اقوى كمان شويه. بالظبط، هو الحقيقه ان المسؤول الاكثر عن كثره الانجاب هو الرجل وليس المراه. وفي ناس كتير تقول لك لا دي المراه، بس الحقيقه ان هو الرجل. طيب احنا محتاجين نعمل ايه عشان نتواصل لعقليه الرجل في المناطق الريفيه؟ لان هو فعلا لو رجل سعيدي فاحنا يعني صعب قوي ان انت تقنعيه فعلا. فالحملات التوعويه اللي هتكون فيها المراه، اعتقد ان المراه عامل قوي قوي لو اقتنعت تقنع جوزها. كمان في سلوك انجابي ذات عوامل خطوره عاليه لازم المراه تكون فاهماه كويس، اللي هو الانجاب وهم زواج القاصرات، الانجاب دون سن ال 18 سنه. بالزبط. في تفاصيل كتيره جدا المراه المفروض تكون ملمه بيها، وده برضو بيتحمله الوعي والحملات اللي بتقوموا بيها او اللي هيقوم بيها طبعا المختصين في هذا الشان لتوضيح مدى الخطوره، حتى التباعد ما بين الاطفال. يعني في دراسات بتقول انه لابد ان يكون هناك تباعد ما بين الاطفال طبعا لصحه الطفل نفسه. حالات الوفاة بالنسبة للأطفال دون سن الخامسة في حال التباعد فترة تزيد عن 5 سنين هي أقل بكثير من حالات الوفاة في حالة ما يكون في تقارب ما بين الأطفال، ما بين المولود الأول والثاني والثالث، بيكون في حالات عرضة لأن يكون تتوفى في بداية حياته. بالضبط، أنا حابة أوضح أن زواج القاصرات ده هو الأكثر وقتا إنجابا. يعني كل ما البنت أو الرجل والبنت زوجوا في سن صغير بيكون الأطفال أكثر.
طبعا احنا بنشكر حضرتك جزيل الشكر على كل هذه الايضاحات الاستاذه شيماء الاشقر عضو تنسيقيه شباب الاحزاب والسياسيين. نورتينا في صباح الخير مصر. شكرا لك. مشاهدينا نروح لفاصل سريع ونرجع من بعده نكمل باقي فقراتنا. مرحبا بحضراتكم مرة تانية ولسه مكملين معاكم في أهم القضايا اللي بيتم مناقشتها في جلسات الحوار الوطني بحضور ممثلين عن كل مكونات المجتمع من النواب والشباب والأحزاب السياسية والشخصيات العامة أيضا. الحقيقة من بين هذه القضايا هي قضية تعزيز الهوية والوطنية والثقافية اللي بيتطلب تضافر جهود كل مؤسسات الدولة والمجتمع المدني والمثقفين لتعميق الهوية المصرية لدى الشباب. بكل تأكيد جمان عايزين نعرف تفاصيل أكتر عن توصيات جلسات الحوار الوطني فيما يتعلق بملف الهوية الوطنية ومكافحة التمييز. معنا في فقرتنا الأستاذ مصطفى كريم عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين اللي منورنا. صباح الخير عليك يا أستاذ مصطفى. صباح النور عليك وصباح المشاهدين. يا أهلا بيك. الأفراد لهم هوية، كل شخص له هوية، له بصمته، له نشأته، تربيته، تعليمه، ثقافته، عادات، تقاليد، كل دي هي هوية الشخص أو بصمته. وكذلك الدول، الدول هي كمان ليها هوية، وأهمية الهوية الخاصة بالدول تكمن في تاريخ هذه الدولة، تاريخها من موروثات، من عادات، من ثقافات، تاريخ هذه الدولة. فالحفاظ على الهوية هو شيء غاية في الأهمية، حتى أن الدول التي بلا هوية أستاذ مصطفى خلينا نقول أن هي دول ليس لها تاريخ، ليس لها حاضر، ليس لها مستقبل حتى. فالحفاظ على الهوية هو مهم جدا. خلينا نبدأ مع حضرتك طبعا في بداية الكلام عن ما تم مناقشته في جلسات الحوار الوطني فيما يتعلق بملف الهوية. يعني بالتأكيد طبعا الحوار الوطني ناقش قضايا مختلفة، كان من ضمنها يعني في لجنة رئيسية في المحور الاجتماعي متعلقة بالهوية والثقافة الوطنية. ويمكن مع انطلاق الجلسات وإعلانت إدارة الحوار أنه يمكن من أعلى المقترحات أو نسب المقترحات اللي كانت جت لإدارة الحوار كان في الشق المتعلق بالهوية والثقافة، تاني أعلى حاجة بعد حقوق الإنسان. 26% تقريبا من المقترحات كانت في الهوية والثقافة، أكتر من اللي جاء في الصحة، أكتر من اللي جاء في التعليم، أكتر من اللي جاء في بعض القضايا الاقتصادية. يمكن ده كان أمر مفاجئ، ولكن هو بيدلنا يعني زي دلالات ومؤشرات على أهمية الملف ده لدى المصريين ولدى المهتمين بالشأن العام. قضية الهوية على الحقيقة هي قضية أمن قومي. يعني لما بنرجع ل 30 يونيو وتحديدا واختلافها مثلا عن 25 يناير، مع ان الاثنين ثورتين، لكن نقدر نقول 30 يونيو كانت ثوره متعلق بالهويه بامتياز. يعني المصريين نزلوا بالملايين لمجرد احساسهم ان في جماعه ما تريد اختطاف الهويه المصريه في مساحه ثانيه غير اللي احنا اعتدنا عليها على مئات والاف السنين. فالقضيه دي قضيه في غايه الاهميه سواء للمصريين او سواء كانت للمهتمين بالشان العام. ومن هنا كان وجودها طبعا كلجنه رئيسيه وكجلسه من اول الجلسات اللي كانت في المحور الاجتماعي اللي ناقشت يمكن قضايا كتير قوي. يعني هي كان عنوانها عام وهو عنوان الهوية، وناقشنا يعني داخلها أمور مختلفة وكان ليها تماس في بعض الأحيان سواء مع التعليم، مع الإعلام، مع غيرها من القضايا، لأنه إحنا كل دي تعتبر روافد للثقافة أو روافد للهوية. الهوية يعني باختصار عشان الناس ممكن تكون عايزة تعريف يعني سريع للهوية، الهوية هي إجابة على سؤال إحنا مين. هو ممكن يبدو السؤال بسيط قوي، لكن على الحقيقه حتى يمكن ترجمتها باللغه الانجليزيه الايدنتيتي او زي بطاقه تعريف. يعني بالظبط زي ما بنقول الاي دي بتاعي اللي هو اختصار ايدنتيتي، فهي دي الهويه. وهو هنا عندنا في مصر احنا السؤال ده مهم ليه؟ لانه احنا دايما من وقت للتاني بيبرز ازمه الهويه في فكره هو احنا عرب ولا فرقه ولا فرعنه ولا شرق ولا بحر متوسط ولا ايه. وهو على الحقيقه يعني انا من الناس اللي بشوف انه احنا محتاجين نتجاوز هذه القصه لسبب، لان احنا كل ده وده ثراء مش طبعا. حاجة تزعلنا بالعكس، ده كون الشخصية المصرية بالشكل اللي احنا شايفينه دلوقتي، وده معناه ان انا قادر اخد من كل ثقافة من الثقافات دي ايجابيات. وقطعا كأي شخصية او اي هوية برضو فيها سلبيات او فيها بعض الاشكاليات، وده طبيعي. فبالتالي انا يعني محتاجة اتصالح مع هويتي دي، زي ما كل واحد فينا بيجي للحياة ومتصالح مع اسمه وتعامل معايا. فاحنا محتاجين نتصالح مع هذه الهوية ونتجاوز النقطة دي، نتجاوز لان ده المكون الرئيسي بتاعنا من كل يعني هذه الثقافات والحضارات المختلفة، ده جزء. وجزء تاني ان احنا محتاجين نوصل فيه اللي هو احنا يعني عايزين الشخصية المصرية اصلا تبقى عاملة ازاي. وهو ده السؤال الاهم. يعني دايما لما اي حد فينا بيتسأل المواطن الالماني بيطلع مجموعة صفات، انا اقدر اقول 1-2-3 عن المواطن الالماني او الياباني. هل احنا عندنا هذه الاجابة بهذا الوضوح فيما يتعلق بالمواطن المصري؟ ده سؤال مهم.
لان هو ده اللي على اساسه نقدر نقول ان احنا بعد ما اشتغلنا خلال. طب هل اجرينا بحث في النقطه دي؟ يعني زي ما احنا دلوقتي زي ما حضرتك قلت المواطن الالماني ليه صفات معينه والياباني ليه صفات معينه، هل احنا جربنا حتى نجري البحث ده وصلنا النتيجة او ما وصلناش او ما عملناش البحث؟ انا بس عايزه افهم يعني تاريخ الثقافه المصريه يعني والمختصين في المجال كتير. يعني اشهرهم طبعا على الاطلاق الاستاذ جمال حمدان، وتحدث الشخصيه المصريه واسف فيها الاعمده المختلفه للشخصيه المصريه، ده جزء اخر شاف الحضارات بقى المختلفه. يمكن الاستاذ جمال حمدان اخذها من منطلق جغرافي اكتر شويه بتخصصه، لكن البعض اخذها من منطلق حضاري، بعض اخذها من منطلق تاريخي. فاحنا الاجابه على السؤال ده موجوده، ولكن اكيد مع الحدث خلال 12 سنه اللي فاتوا افكار كتيره دخلت علينا، تطورات تكنولوجيه كتيره، كل ده اثر زي ما فتح لنا افاق، لكنه في النهايه اثر برضو سلبيا، غير شويه ممكن يكون في الشخصيه المصريه. وبالتالي محتاجين ان احنا نرجع نسال السؤال ده تاني، ومحتاجين دايما ندور فيه على المشتركات، وهي كتيره جدا ما بيننا كمصريين وما بين حتى الحضارات المختلفه اللي عدت علينا. احنا محتاجين نسال نفسنا كمان سؤال، ليه دايما بتتعرض الهويه المصريه لمحاولات سرقه عبر العصور المختلفه؟ هو يعني دايما الحاجة الغنية والغالية بتبقى يعني معرضة للسرقة، والحاجة اللي محتاجة تتحكي من أصحابها، بما أنها ما بتتحكيش من أصحابها فأكيد حد تاني هيحكيها زي ما عايز. وجزء تاني برضو محتاجين يعني نقول أنه كل هوية وطنية لكل مجتمع بتتعرض لكده، خاصة في الحضارات القديمة، لأنه أي دولة بتحاول أنها تدور نفسها على تاريخ. صحيح. وده حقها. فلما يكون أنت عندك تاريخ 7000 سنة طويل، ولما بيطول التاريخ ده امتداد حضاري، لكن خلاص اجيال بتغيب، فبيبقى سهل ان انا انسب لنفسي حاجه. ولكن جهودنا احنا بقى في ابراز الحضاره دي هو اللي يفرق. يعني احنا علينا دور احنا نفسنا. صحيح. الاجيال بجانب كمان بجانب ان الهويه عندنا تحدياتها مش بس في فكره انه يعني في حد بيحاول يسرق الهويه المصريه، لان ده بيتعرض ليه كل الهويات الوطنيه، لكن احنا عندنا تحديات داخليه. يعني عندنا تحديات في فكرة تعدد الأنظمة التعليمية، ده تحدي. ليه؟ أنا كويس إن أنا يكون عندي فرايتي ويعني وانتشار وأبقى منفتح على العالم، لكن إحنا لو دلوقتي فعلا أخذنا 5 أو 6 أو 10 طلبة مثلا في التعليم الأساسي، ممكن نلاقي كل واحد فيهم لو قعدوا يتكلموا مع بعض مش هيلاقوا مشتركات ما بينهم، لأن كل حد فيهم دارس مناهج وأخذ ثقافة ووعي مختلف. لازم يكون في مينستريم أو يعني خط رئيسي. ده بقى السؤال اللي كنت أسأله لحضرتك. احنا دلوقتي بنتكلم عن الهويه الوطنيه، زي ما بنقول بطاقه تعريف للمواطن المصري ايا كان وجوده فين على الخريطه في مصر، موجود في اي محافظه في اي مكان في اي، مش دي الموضوع. احنا ازاي نقدر نحدد ده في ظل ان احنا مش هقول لك بقى انه في المحافظات بنختلف، لا احنا بنختلف حقيقي من مدينه لاخرى، يعني من مدرسه لاخرى، من تجمع لتجمع اخر. تحس ان كل مجموعه من السكان عايشين في زي ما بيقولوا كده بابل او في بالونه كده منفصلين تماما، مفيش اي تشارك، مفيش اي زي ما بيقول كومن جراوند او مكان مشترك نقدر ان احنا نجتمع عليه. ازاي نقدر يعني نتخطى التحدي ده؟ لان ده تحدي صعب جدا في ظل كمان انفتاح على السوشيال ميديا، قصص مختلفه، قراءات مختلفه للتاريخ. ازاي ده ممكن يحصل؟ حتى العادات والتقاليد اختلفت من مكان لاخر. يعني محتاجين نبني جسور. يعني هستعير كلمه قالها الدكتور ديار اشوان المنسق العام للحوار الوطني، لما قال احنا بقالنا سنه بنعمل ايه، لما الناس سالت احنا بقالنا سنه بنعمل ايه لغايه ما بدانا يعني الجلسات الفعليه للحوار، قال لك احنا كنا بنبني جسور، لان في جسور كانت اتكسرت ما بين القوى والافكار المختلفه. نفس القصه احنا محتاجين نعملها. ميزه انا ليه ركزت على التعليم، لان التعليم هيجي فيه طفل لسه من اول 4 سنين أو 5 سنين ماكسيمم، وهيقعد معايا سنوات طويله قوي. اللي ببنيه هنا هو اللي هيخلي اللغه بتاعته موجوده. يعني مشاكل التعدد التعليم في ايه؟ ان انا بقى عندي طالب موجود جوه مصر لو عايز يعبر عن نفسه مش قادر يعبر عن نفسه باللغه العربيه، لا ده في او بالعاميه حتى بتاعتها المصريه يعني طبعاً. بتتباهى بالموضوع ده احنا ابني ما بيعرفش يتكلم عربي، او دي اشكاليه طبعا، دي كارثه، لانه اللغه مش قصتها ان هي وسيله تعبير وخلاص، هي اللغه دي وعاء للثقافه. يعني طبعاً. انا في النهايه يعني وعاء للوعي. القضاء على ازدواجيه التعليم، القضاء عليه ازاي؟ هي مش القضاء على ازدواجيه التعليم، هي فكره انه يكون في ثوابت معينه كل الطلبه ايا كان نوع التعليم اللي بيتلقوه محتاجينها توصل له.
يعني اللغه لازم تكون يعني اخدين على الاقل فيها الاساسيات عند الجميع، اللي هي اللغه اللي احنا بنتكلمها اللغه العربيه اللي هي اللغه الرسميه للدوله. فده اول حاجه. تاني حاجه التاريخ، يعني لازم يكون التاريخ المصري ده بيدرس في كل الاماكن دي باي لغه، مش هتفرق يعني في مدارس لغات فمش مشكله، اهم حاجه يوصل لهم المعلومه صح. عندي اللغه العربيه يعني وصول المعلومه صح. طبعا لو وصل كمان باللغه العربيه انا باثري اللغه العربيه من خلال، لانه كده كده هيبقى عنده انجلش بياخدها بالانجلش، وعنده ساينس وعنده ماث وعنده فعنده يعني كتير من المواد الثانيه اللي ممكن ياخدها بالانجلش او بالفرنش او تفر على حسب اللغه. لكن اللي مهم جدا ان هو يكون موجود عنده هم العاملين دول، بجانب عامل الدين، لان الدين جزء من الثقافه وجزء من الهويه بتاعتنا طبعا. سواء الدين الاسلامي او الدين المسيحي. فبالتالي لما بنشتغل على الثلاث مواد دول بشكل سليم، احنا هنا بيبقى عندنا قدر من التوحيد اللي موجود. يعني ايه توحيد؟ يعني في لغه مشتركه فبالتالي يبقى في الكومن جراوند او في الارضيه المشتركه اللي هم فعلا ممكن يلتقوا عليها. لما هيجوا يتكلموا مع بعض هيبقى عندهم حاجه، هيبقى عندهم مشتركات. لما كنا بناخد في الماده دي، انت كنت سواء كان في المدرسه دي او المدرسه دي او المدرسه دي او النظام ده او النظام ده او النظام ده، برضه هيبقى في جزء مشترك. ده جزء. جزء تاني، ايه المشكله ان هو يبقى في ورش عمل بتجمع اطفال مصريين وشباب مصريين من جنسيات من يعني نطاقات جغرافيه مختلفه، من انظمه تعليميه مختلفه، من خلفيه مختلفه، وطبيعه ورش العمل اصلا انها فيها اختلاف. وبعد كده واحده واحده من خلال العصف الذهني اللي بنعمله ومن خلال تقريب وجهات النظر بنبدا يبقى بيننا ومن بعض لغه مشتركه. الناس اخذت تليفونات بعض، الناس بقت موجوده مع بعض على جروب واتساب، حتى الحاجات البسيطه اللي احنا ممكن نكون بنعملها بشكل تلقائي، ده هيخليه لو حد احتاج انه يرجع لحد بقى عنده صديق في محافظه ثانيه. فبالتالي انا بكسر حتى الحواجز سواء كانت الجغرافيه او كانت الحواجز التعليميه او حتى الحواجز الاجتماعيه بشكل ما، وبالتالي يبقى في ارضيه مشتركه نبدا نتحرك عليها. فمحتاجين نتحرك على مناهج التعليم، نتحرك عليها وفي مناهج التعليم او في التعليم تحديدا، مش القصه في المناهج قوي قد القصه في الانشطه. لان الاجيال اللي حاليا موجوده في التعليم الاساسي هي اجيال نشات كل وعيها نشا مع السوشيال ميديا ومع الموبايل التاتش وسمارت فونز، فبالتالي هم طبيعي مش المنهج المباشر اللي المدرس اللي واقف في الفصل بيتكلم فيه هو اللي هيأثر فيه، لكن الانشطه اللي هو بيمارسها ده اكيد العاب معينه بيمارسها ممكن تكون دي وسيله، فعاليات يقدر يحضرها، زيارات لمتاحف لاماكن اثريه من الحضارات المختلفه. فبيبدا لوحده لما المدرسه تطلعه حاجه في الحضاره المصريه القديمه وحاجه للحضاره الفتره القبطيه حاجه للفتره الاسلاميه العربيه، هو تلقائيا هيقول لك ما دام المدرسه طلعتني هنا وهنا وهنا يبقى الثلاثه دول انا، بس ده جزء مني. وبالتالي نبدا ان احنا بس يعني انا طبعا اتفق مع حضرتك، لكن احنا بنتكلم عن الجيل الجديد وجيل السوشيال ميديا، واحنا بنتكلم على الفيرتشوال رياليتي، وعلى يعني موضوع محتاج ان هو يكون جديد وفي خلينا نقول في حاجات تشدهم اكتر عشان يقدروا هم يتفاعلوا حتى مع الرحلات دي او الانشطه دي، كمان انشطه حتى اجتماعيه بينهم وبين بعض ان هم يعرفوا يتعاملوا. بس الانشطه دي بقى وفكره التجمع ده هياخدنا لنقطه ثانيه خالص، ونقطه برضو اتناقشت في من خلال الجلسات، وهي فكره التمييز او تقبل الاخر او التعامل مع بعض. ده ازاي او يعني تم تناوله ازاي من خلال الجلسات؟ لانه احنا حتى يمكن في اعمال دراميه او اعمال فنيه تناولت على فكره الجزء ده، لما بنجيب مثلا طفل او طالب مثلا من محافظه ما مع طفل من مدرسه مش عارفه اجنبيه فين، لما بيجوا يقعدوا مع بعض ما بيعرفوش اصلا يتعاملوا مع بعض. هو هنا دايما لازم نتحرك على جميع اطراف القضيه دي. يعني لما بنتكلم وسؤالك في قضيه التمييز، ودي كانت جلسه ثانيه وشرفت برضو ان انا كنت متحدث فيها، يعني فقصه التمييز مهما كان عندنا قوانين وتشريعات ودي حاجه رائعه جدا، لكن دي قضيه تتعلق بثقافه المجتمع طبعا. يعني انا محتاج انه لازم ولي الامر ما يكونش بيمارس هذا التمييز امام الابن او الابنه، لانه اولادنا بيتعلموا من اللي احنا بنعمله اكتر بكتير من اللي احنا بنقوله. احنا نقول من النهارده لغايه بكره، هو لو مره واحده تنمر على نطاق جغرافي معين من مصر خلاص، هو بالنسبه للولد الصغير او البنت الصغيره ده تصرف مقبول، اذا يكرر هذا التصرف. ولو عاقبناه بعد كده بالعكس، ده احنا هنا بنعمل له يعني زي صدمه، يعني في صدمه معينه حصلت هو مش عارف هو ده تصرف يعاقب عليه، طب ليه والدي او والدتي عملته؟ فبالتالي ده جزء. جزء تاني ان لازم ده يكون موجود في المدارس. جزء ثالث ان هو انه الفعاليات اللي كنا بنتكلم عليها دي هو مجرد رؤيته لاشخاص مختلفه عنه وتعامله مع الاشخاص دي
هو لوحده بيقول لا خلاص يبقى هم دي اشخاص طبيعيه زينا، لانه طبيعي كل حد فينا يعني زي ما بيقول كده المرء عدو ما يجهل. انا لو مش عارف حاجه معينه خلاص هي دي صحيح. اكيد ممكن تكون بتضرني، ممكن يكون الشخص ده ليه شكله مختلف عني، وبالتالي ليه طريقه لهجته حتى كمان مختلفه، ليه عنده اولويات مختلفه عن اولوياتي، اذا انا مش عايز اتعامل مع الشخص ده. واحنا احيانا بنعزز كده واحنا بنربي ولادنا لفكره ما تتعاملش مع حد غريب عنك، وده حلو علشان نحميهم اكيد من مدار مختلفه، لكن لما بنعملها بشكل يعني محكم وتحت نظر المدرسه او تحت نظر المؤسسه التعليميه اللي موجوده، خلاص ده بيبقى عندنا فرصه ان احنا نعالج القضيه دي ويبقى فيها ثقافه، فتكون موجوده عند الطالب وقبل كده لازم تكون موجوده عند ولي الامر ولازم تكون موجوده عند المدرس، وبالتاكيد طبعا وسائل الاعلام اللي بيتعرض لها البنت او الولد عظيم. واللي هي يعني في جزء منها رسمي او يعني عن طريق التلفزيون وغيره، ولكن في جزء منها كبير جدا وده اخطر عن طريق السوشيال ميديا، لان الكنترول على السوشيال ميديا اكيد اقل بكتير جدا من اللي على التلفزيون. صحيح. عايز انتقل لنقطه ثانيه وهي الحرف التراثيه، اعتقد ان دي برضو جزء كبير جدا من هويتنا. هل احنا عندنا خريطه بالحرف التراثيه الموجوده في مصر وازاي نقدر ندعمها من خلال جلسات الحوار الوطني؟ هي طبعا ان شاء الله هيكون ليها يعني جلسه مستقله، هي جلسه الهويه كانت جلسه عامه شويه، لكن في جلسه كامله عن الصناعات الثقافيه وبتشمل طبعا الحرف والتراث سواء المرئي او يعني للاسف المادي او غير المادي. يعني الاغاني الامثال الشعبيه وغيرها دي تراث غير مادي، الاكل طبعا بالتاكيد لكن في حاجات تانية اللي هي التراث بقى الموجود المتاحف وغيره ده التراث المادي. الصناعات الثقافيه من اهم الحاجات اللي نقدر بيها نوصل الهويه، لانها بشكل هيبقى واضح قوي ومادي بالنسبه للناس، فبالتالي ده جزء. وجزء تاني انها من اكتر حاجات كمان، وانت كنت بتسال في سؤالك الاول على فكره محاوله السرقه، هي محاوله السرقه لازم قصادها يكون عندي توثيق. صحيح. اكتر حاجه ممكن اقدر اوثق بيها هي الصناعات الثقافيه باشكالها المختلفه، بجانب ان هي في حد ذاتها لما بتكون موجوده ومنتشره اي سائح موجود عندنا في مصر اخد اشترى حاجه او اخد حاجه بتعبر عن ثقافه البلد هنا، لما بيرجع لبلده وحد بيساله ايه ده فبيشرح له القصه كلها، وبالتالي انا بوصل لان ثقافتي توصل لكل حته موجوده في العالم من خلال الصناعات الثقافيه. الصناعات الثقافيه محتاجه يعني شغل عالي جدا على فكره كمان انها تكون بكواليتي عالي، ويمكن دي بتبقى اصعب حاجه احنا بنواجهها لما الموضوع ده بيبقى بس منحصر مثلا داخل وزاره الثقافه، ان احنا بنتكلم على موارد محدوده بتدفع في حاجات كتيره، لكن دخول المجتمع المدني، دخول القطاع الخاص على يعني المثلث اللي ده بنسميه مثلث التنميه ما بين الحكومه وما بين القطاع الخاص وما بين المجتمع المدني على اساس ان ده ينتشر، ده جزء. جزء تاني انه مش شرط الحاجات دي كلها تكون بتتعمل في متاحف بالاشكال التقليديه او معارض بالاشكال التقليديه اللي ممكن تكون مكلفه، لكن حضرتك كنت لسه بتتكلمي على الفي ار او فيرتشوال رياليتي او غيره، ويمكن على فكره في يعني السرقه مش كلها قصه الافرو سنتريك. صحيح. في دول في الاقليم بتعمل جزء من الاكسبيرينس او الخبره اللي بيشوفها السائح عندها هو انه من خلال الفي ار يقدر يشوف اماكن سياحيه واثريه في دول تانية وهو قاعد في على البحر في المكان اللي هو موجود. صحيح. فيه، فبالتالي يقول لك خلاص انا شفتها هسافر ليه، وده كانه بالظبط نقل الاثار بتاعتنا حطها عنده هناك ولكن من خلال الفي ار، فبالتالي ده يعني احنا اولى بيه ان احنا نقدر نتحرك بيه. ويمكن يعني زي ما انتم كنتوا لسه مستضيفين مشاريع تخرج في قضيه متعلقه بالصحه النفسيه في الفقره اللي قبل دي، طب ومشاريع التخرج بتاعت فنون جميله وبتاعت جرافيكس والناس اللي في مجال التاك اللي بتشتغل في مجال الفي ار، ليه ما يكونش مشاريع تخرجهم ليه انه ازاي الثقافه والهويه بتاعتنا دي تقدر تنتقل عبر الاثير، يعني زي ما نقول بس الاثير الحديث في الجلسات القادمه ان شاء الله الحوار. ده اكيد يعني دي اكيد هيبقى ليها جلسه مستقله باذن الله. نشكر حضرتك طبعا جزيل الشكر استاذ مصطفى كريم عضو تنسيقيه شباب الاحزاب والسياسيين، نشكرك يا فندم على كل هذه الايضاحات، نورتنا في صباح الخير يا مصر. شكرا جزيلا. مشاهدينا بكده نكون خلصنا حلقتنا، بنشكر حضراتكم على المتابعه، بكره ان شاء الله حلقه جديده من صباح الخير يا مصر في نفس الميعاد، وصباحكم زي الفل.